مكملين مع حضراتكم طبعا كلامنا على المباراه المهمه والمرتقبه ما بين الترجي والاهلي ان شاء الله في ملعب رادس. يعني مباراه مهمه، نتمنى طبعا كل التوفيق ويبقى ان شاء الله يوم ممتع، يوم اهلاوي واحمر ان شاء الله في هذا اليوم، نسعد بيه كلنا كاهلاويه محبين للنادي الاهلي. عايز اقول لكم ان شاء الله يوم بكره ان شاء الله الساعه 6 الصبح هيكون تجميع الفريق في المطار، ثم طائره ان شاء الله هتتحرك النهارده من او بكره الصبح من مطار القاهره الساعه 8 ان شاء الله، يوصلوا 10 ونص. هيكون بقى يعني، ويمكن النادي الاهلي كابتن صالح حفيظ وكابتن يعني سمير عدلي موجودين من امبارح في تونس، طلبنا كنادي اهلي ان احنا نتمرن تمرينتين على ملعب رادس. طبعا القانون بيقول ان انت ليك تمرينه واحده قبل اللقاء على الملعب اللي هتخوض فيه هذه المباراه، لكن طبعا بتبقى الموضوع ممكن يبقى ودي، يعني انت لو هم قابلوا الجزئيه دي بتبقى حاجه مميزه طبعا من الجزء التونسي او جزء الترجي التونسي. عايز اقول لكم النادي الاهلي ان شاء الله اسافر معاه 25 لاعب، في بدايه طبعا من شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم، محمد الشناوي، وسعد سمير، رامي ربيع، محمد نجيب، احمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، وصبري رحيل، حسين السيد، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، عبد الله السعيد، صالح جمعه، كريم نيدفيد، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، احمد حمودي، احمد الشيخ، وليد ازارو، عماد متعب، جونر اجايه، وميدو جابر. ده القائمه اللي ضمها كابتن حسام البدري ان شاء الله للمباراه. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، 6 صباحا هيكونوا موجودين في المطار، ثم الطياره تتحرك الساعه 8 بامر الله. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، يوصلوا بالسلامه بامر الله جميعا سالمين بامر الله. خلينا استقبل نجومي وضيوف طبعا السيد الاهلي كابتن ماهر همام، نجم مصر ونجم النادي الاهلي واحسن من مدافعين جم في تاريخ الكره المصريه. كابتن ماهر مرحبا بك يا كابتن. ازي صحتك؟ منور يا كابتن. والله يا كابتن ربنا يكرمك. ربنا يخليك كابتن، منور دايما قناه الاهلي. ايضا كابتن محمود ابو الدهب، ايضا واحد من الذين يعني مثلوا النادي الاهلي واحسن من احسن برضو المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. كابتن محمود ابو الدهب برحب بحضرتك. انا سعيد ان انا ببقى معاك يا فاروق، وسعيد اكتر بالكابتن ماهر همام اللي اتعلمنا منه كتير. يعني انت قلت الكابتن هنا في انت قلت كلمه فعلا دي حقيقه، ان احنا اتعلمنا منه كتير. يمكن احنا واحنا قبل الهوا ذكرنا حاجات كتير جدا، قلت له يا كابتن يعني انا بدين بالفضل لله ثم حضرتك، لان كنت بتعلمنا نقف ازاي ونتمتت. طبعا طبعا عايز اقول لك على حاجه، كان مش عايز اطول عليك طبعا، بس عايز اقول لك على حاجه، هو كان بعد التمرين كان بيوقفنا يقول لك امسك صح، وقف صح، خلي بالك من ظهرك، بص بطرف عينك، بص ازاي، اتحرك ازاي. طبعا انا سعيد جدا. طب انت كده كنت هخلينا ابتدي من الاول، لكن هبتدي بقى من المباراه. يعني كابتن ماهر احنا رايحين نعمل ايه؟ بص، دي رساله انا كنت قبل الهوا بقول لمحمود، دي رساله فاروق، ان احنا بنسلم بعض. خد بالك الخبرات دي ما بتجيش الا بالاحتكاك، انت اتعلمت من مين، وبعدين لما تبدا تشتغل تبدا تعلم مين. فطبعا الحمد لله رب العالمين احنا كلنا امانه بالنسبه للحته التدريبيه على اولادنا. مهمين جدا ان احنا من خلال برنامجك فاروق ان احنا يبقى في روشته وتوعيه للاعبتنا، لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. اللي رايحين توضيح لجمهورنا المفروض احنا يعني كلاعبين رايحين هدفنا ايه؟ هل احنا رايحين ندافع، ولا رايحين نعمل ايه، ولا رايحين ايه الهدف اللي موجود بالنسبه للاعبين النهارده، خصوصا بعد رؤيتهم لجماهيرهم النهارده كابتن بالشكل اللي احنا شفناه الجميل ده؟ بص يا محمد، هو طبعا بعد ال 50% المباراه الاولى اللي حصل فيها التعادل، احنا يمكن كنا اكثر انتشارا واكثر التزاما، ويمكن الفرص اللي ضاعت في بدايه المباراه كانت ممكن كفيله ان احنا تكسبنا المباراه. النادي الاهلي من احسن المباريات اللي لعبها مع الترجي في خلال الثمان لقاءات اللي اتقابلوا مع بعض. انا شايف ان دي كانت مباراه جيده جدا لاولادنا، أدوا فيها كل ما عندهم، لكن طبعا التوفيق وعدم التوفيق يمكن خرج النتيجة بهذا الشكل. أنا بقول الترجي محظوظ في هذه المباراة، إن إحنا كنا ممكن نكسب أكتر من هدفين في هذه المباراة. صحيح. لكن هقول لك كابتن فاروق، إحنا الترجي يشبهنا بحاجات كتيرة جدا من ناحية البطولات، من ناحية أنت تقريبا هو واخد البطولة السنة اللي فاتت، بطولة الدوري بالظبط، يعني حتى في الإحصائية اللي موجودة يمكن 15 مباراة تقابلنا من خلال ثمان لقاءات مع الترجي، قريبين جدا. يعني المواجهات كلها قريبة، يعني يمكن احنا كسبنا خمس مباريات وهو كسب أربعة، احنا تعادلنا ستة وهو تعادل ستة، مشتركين في التعادل مع بعض. احنا يمكن في الهزيمه اربعه وكسبناه خمس مرات. اللقاء ده كابتن فاروق مهم جدا للجهاز الفني ان هو يذاكر بشكل كبير، وانا عارف ان حسام خلال الفتره اللي فاتت ديت تابع
اخر لقاءات الترجي اذا كانت في البطوله العربيه او البطوله الافريقيه، ويمكن اخرهم واكبر دليل مباراتنا معاهم اللي لسه بقى لها يمكن حوالي 72 ساعه. فده يمكن وقت قريب جدا. انا شايف ان اللقاء ده كابتن فاروق نمره واحد هيديني على الجانب النفسي اللي احنا شفناه، يعني جمهورنا النهارده، انا بحيي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي النهارده جه. هو كابتن التواجد ليه النهارده طبعا مهم جدا، وانا بحييه على ثقافته بس فكره نفسها كما موجود الجماهير النهارده كابتن السفر طبعا فكره جيده جدا 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 جدا. وانا كمان بحيي اداره النادي الاهلي والتنظيم ان هو استقبل جمهور النادي الاهلي بهذا الشكل. الجمهور ده كابتن فاروق مهم جدا ان هو يبدا يشحن البطاريه لعيبه النادي الاهلي قبل هذا اللقاء. هم طبعا هتفوا لكل لعيب ودوا له حقه، هدفوا للجهاز الفني ومجلس اداره. دي بتدي نوع من الجانب النفسي، الجانب المعنوي اللي بيعتمد عليه كابتن حسام بشكل كبير جدا في اول تحضيراته لمباراه الترجي في رادس. يبقى الجانب النفسي احنا خدناه النهارده بشكل كبير جدا، هيبقى فاضل الجانب الفني والجانب التكتيكي، وده مهمه الجهاز الفني، مهمه الكابتن حسام في كذا سيناريو يا كابتن فاروق لهذا المباراه. لازم يبقى احنا عندنا وعي وثقافه. انا هتكلم معاك في سيناريوهات الكابتن خاصه والجزء الفني، لكن كابتن انت اكيد كان في المباراه المهمه كان جمهور النادي الاهلي بيبقى موجود أكيد بالشكل ده في كل مباراه بالظبط على مر التاريخ. احساسه ايه كابتن، احساس كابتن ماهر همام والمسؤوليه بتبقى موجوده بقى مجرد لما بينادوه يقولوا تعالى يا ماهر؟ انت جسمك بيشعر يا فاروق، جسمك بيشعر بصراحه من الموقف والشكل بهذا الشكل. وبتحس انك انت عملاق، بتحس انك انت عايز تجري عجله الزمن ويجي مباراه الترجي دي تبقى بكره صح او النهارده عشان العب وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر افوز في 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 في, في رادس. ودي مش بعيده على لعبتنا الموهوبين دول، يعني قبل كده يمكن قدام الصفاقسي بالزمن كده 2002 قدرنا ان احنا نفوز على الصفاقسي في تونس. صح صح. ويمكن الترجي كمان مباراه شهيره طبعا النهارده، يعني الحمد لله النهارده اللعيبه طلعت سلام من الملعب، لان انت عارف كابتن ابو الدهب لما بتلاقي الجمهور بالشكل ده الحماس بيبقى عندك في جزئيه التمرين، بتلاقي اللعيبه ممكن في وقت من الوقت تخش في بعض نتيجه الحماس وسماع صوت الجمهور، خصوصا ان احنا ما بقيناش نسمعه كتير او اللعيبه ما بقتش تسمعه كتير وما شفناش المنظر ده كتير. بالتالي الحمد لله ان النهارده اللعيبه كلها سلام ورايحين ان شاء الله مسافرين كلنا سلام طبعا. كابتن محمود برضه انت كنت وانت بتحس قبل المباراه المهمه بالشكل ده ايه وهم بينادوك برضه جماهير النادي الاهلي؟ بص يا كابتن فاروق، يمكن انا قاعد قبل ما نخش على الهواء انا قاعد شايف الجماهير دي حاسس ان انا لعيب. انت انا نفسي حاسس ان انا لعيب، حاسس ان انا جزء. حتى بقول للكابتن، حتى من كلام انا وكابتن ماهر بقول له دي فكره 10 على 10 النجل اللي فكر ان الجماهير دي تخش تدي دفعه كبيره جدا للعيبه، بتدي حماس وقوه. اللعيب بيتمنى وهو قاعد في الملعب في التمرين بيتمنى ان المباراه دلوقتي، عايز يلعب، عاوز يفرح الجماهير دي. ما اكيد ما عندوش، يعني اللعيبه مش هتقل حماس عن الجماهير. حتى كمان لما نادوا على شريف اكرامي وحيوب بشكل كويس جدا، نادوا على كل لعيب فادوا له دفعه كبيره جدا. اكيد اللعيبه لما تروح رادس ان شاء الله هتفكر في الجماهير اللي جت او اللي هي اظهرتهم بشكل كويس جدا. الوقت برضو زي ما قلنا كان فروق ان الجماهير اللعيبه برضو، عارف انت كنت لعيب وعارف الكابتن ماهر، احنا كنا بنزعل لما بلاقيش جماهير في المدرجات. صحيح. كنا بنبقى متضايقين ازاي المدرجات بتفاضي، تحس ان انت بتلعب تقسيمه. وانا قاعد في ماتشات في الدوري كتير يا كابتن ماهر فعلا انا ما بتفرجش عليها، يعني تلاقي المدرجات فاضيه تحس انت بتتفرج على تمرين، لكن لما تلاقي الجماهير مليانه انت بتحب تسمع اللي تاني. انا هقول لحضرتك كابتن وده وانت كنا بنحضرها مع كابتن ميرا لما كان بقى مدرب طبعا، وهم قبلنا لما كان في جماهير، احنا كنا بنستمتع جدا بوجود الجمهور وهو بيتفرج علينا التمرين. انت عارف وانت بتجيب جول ولا بتلعب كده وتلاقي برده كان في عدد وفير من طبعا تبقى طبعا مستمتع جدا ان هم بيسقفوا لك وانت بتعمل بتتزحلق بتاخد كوره. عارف انت الاه بتاع الجماهير دي يعني كبيره جدا، عارف انت بتعمل باصه كويسه، لان الجماهير انا طول عمري اقول لك الجماهير بتديك دافع، يعني جماهير النادي الاهلي بالذات بتديك دافع كبير جدا لان بتساندك وقت ما انت في شده، وطول عمر النادي الاهلي كده جماهير النادي الاهلي في الشده بتبقى واقفه في ظهرك وتساندك. سيبك من اللي بيتكلم على السوشيال ميديا او الفيسبوك او الكلام اللي بيحصل ده، لكن انا بقول لك جماهير النادي الاهلي الحقيقيه هي اللي بتقف وتساند النادي الاهلي. صحيح. وعايز اقول لك على حاجه، جماهير النادي عندها ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله انا بقولها لك يمكن التجارب او اللقاءات اللي حصلت قبل كده يا كابتن فاروق بتدينا دفعه ان احنا ان شاء الله هنعمل ماتش كويس. انت حضرتك سالت سؤال الكابتن ماهر سؤال كويس، احنا رايحين ليه؟ أيوة. انا رايح اكسب، يعني اي لو سالت انا لو سالتني الوقت اقول لك انا رايح اكسب. يعني نفس الشعور عند الجهاز الفني كابتن حسام بدري، عند اللعيبه، عند ما فيش ثقافه الفوز بقت موجوده، ما فيش بقت بره وجوه، لا انا رايح ان شاء الله اكسب وراح اكسب الترجي مع احترامي للترجي.
مش عاوز اللعيبه او مش عاوز الجهاز الفني. هو جه اخذ في الجونين هنا انت اقل منه؟ ما انت مش اقل منه. لا عايز اقول لك على حاجه، انا بتفرج على، انا بامانه انت يا كابتن فاروق لو انت مش هتكلم في النت لان احنا لسه جايين لها، انا بقول لك انا بتفرج على الماتش 90 دقيقه انت بتلعب على جون الترجي. صحيح، وده على فكره لاول مره بيحصل. خلي بالك انا بقول لك فريق الترجي احنا دايما انت بتكسب او ما بتجيبش حتى هدف في الدقائق الاولى في الترجي. كابتن فاروق انا مش عايز اتكلم في حاجه، انا بقول لك الجونين اللي جون فيك مع احترامي الجونين اخطاء، والاخطاء وارده في طرق في كره القدم، واكيد الكابتن حسام هيعالج الكلام ده كله، لكن انا بقول لك 90 دقيقه استحواذ وضغط على الخصم وضياع فرص وتحكيم سيء، يعني كل العوامل دي برضو اثرت على النادي الاهلي. يمكن الماتش اللي فات انا بتفرج من احلى الماتشات اللي انا شفتها للنادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا، من بساط كتير يا كابتن، يعني بنسلم من لمسه ولعب اللعيبه بتتحرك بشكل كويس جدا، اللعيبه حافظه بعض يا كابتن، واللعيب كله يمكن حتى اللي بينزل او ما كان بينزل يلعب او بيتغير بيكمل. فيمكن انت كمان وكمان كابتن حسام لعب بطريقه يمكن انا اتبسطت منها، ان انت لعبت في راسين حربه فاديتك برضو خطوره كبيره جدا. فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرم، التركيز يبقى جديد في المباراه اللي جايه وان شاء الله نصعد من هناك. حقيقي انا زي ما بقول لك النهارده كابتن ماهر انا كنت سعيد ان اللعيبه خرجت سلام نتيجه عمليه الشحن، والجمهور النهارده موجود، ما حدش من كتر حماسه خبط حد، لا الحمد لله كلنا طلعنا بشكل كويس. كابتن يعني انا كابتن حسام النهارده بيفكر ان انا ما عنديش بديل غير الفوز. حته الحذر ده ان الحذر اللي ممكن يبقى موجود دفاعي ان يخش فيها هدف ممكن يبقى موجود، ولكن انت هدفك انك تحرز وتحرز هدف تاني كمان، انك تحاول على قد ما تقدر تصعب المأمورية على فريق الترجي وسط جمهوره، ودي في حد ذاته لو جمهور الترجي قلب على فريقه ده عامل يبقى موجود عندك مهم جدا هيساعدنا بشكل كبير. بص يا محمد احنا الجانب الثاني بقى بعد النفسي اللي هو الجانب الفني اللي هو بيجهزه بقى المدير الفني، انا ما اخافش واخد بالك، والطبخه اللي بيعملها وينقلها للعيبه عشان يبقى في سيناريوهات للمباراه اللي بالشكل ده. خد بالك يا محمد المباراه اللي بالشكل ده اولا انت بتقابل خصم محترف عنده 6-7 لعيبه في منتخب تونس على ملعبهم وسط جمهورهم، بردك واخدين دافع والدوافع للمكسب، هو بالنسبه له كمان يهمه انه يكسب اللقاء اللي هو ال 50% الثانيه. فانت بالنسبه لحسام البدري المهمه شاقه جدا على حسام، لازم يبقى عنده كذا سيناريو للقاء ده، بمعنى انك انت محمد سيناريو الاولاني انك انت بتحافظ بشكل كبير جدا ان ما يجيش فيك هدف واخد بالك، وبعدين بتحاول بعد كده انك انت تقدر انك انت تجيب هدف في الترجي يعني يقلب لك كل الموازين. بدايه اللقاء من وجهه نظر كابتن ماهر همام حته ان انا ما يجيش فيها هدف ان انا دي اول حاجه بفكر طبعاً فيها طبعا ولا انا انزل بوري الفريق الثاني ان انا لا انا جاي عشان اكسبك هنا، انا مش ما هو انا مش هدافع هنا، ما هو هيتقسم الجيم يا محمد هيتقسم الجيم، يعني الجزء الاولاني اللي هو التامين بالنسبه لي، بمعنى ان انا مش هدافع بشكل واضح، لا انا هحاول ان اقسم الجيم لمراحل، المرحله الاولى اللي هي ربع ساعه الاولى ان انا دفعه الجمهور وهتاف الجمهور للترجي اكيد انت عايز تمتصها يعني بالظبط، فما يجيش فيك، لما بيبدا ما يجيش فيك انت بتاخد ثقه وفرقتك بتاخد ثقه، وهم كمان بيبداوا يهمدوا بيحسوا ان هم لا ده خصم عنيد، ده النادي الاهلي جاي النهارده يعني سن السكينه جاي النهارده عايز يكسب المباراه، فده جزء. الجزء الثاني يا كابتن محمد في حاله الله يقدر لو جه فيك هدف وارد. انت وارد انت تغييرك التكتيكي داخل الملعب هتعمل ايه؟ هل هتلعب بنفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها؟ ولا هتبدا تشيل من داخل الملعب وتنزل لعيبه يعمل لك الفارق في حاله انك انت خسران بهدف. الجزء الثالث لو جيم فضل ماشي معاك درون لاخر ربع ساعه انت محتاج تكسب لان انت الدرون 0-0. بس يا كابتن حضرتك بتتكلم في الجزئيه دي الوقت مساله الوقت بالظبط صالح مين يا كابتن ماهر؟ طول 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 ما انت الحمد لله رب العالمين ما جيش فيك جول الوقت لصالحك انت مش لصالحه هو عايز يحافظ، لو كل ما الوقت يهرب بيه كل ما هيبدا يامن بشكل كبير. فانت النهارده عندك سيناريو ثالث في حاله اخر ربع ساعه لو انا ما عرفتش اكسب يبقى هضطر ان ادفع بعناصر هجوميه لا بديل الا المكسب. فانت النهارده لازم السيناريوهات دي تبقى عند حسام البدري، وحتى اللعيبه عارفه ان انا ممكن استغنى عن لعيب في نص الملعب وادفع بلاعب مهاجم
ممكن استغنى على لعيب في خط الضهر مخاطره بقى طبعا مخاطر عنده لعيبه كده خد بالك يا محمود فدي كلها مهمه جدا على حسام يبقى عنده الدرايه والوقت من خلال هذا الجيم ان يبقى مصحصح بشكل كبير جدا اللعيبه بقى عندها استيعاب تكتيكي بشكل كبير جدا انك انت في حاله خلاص الوقت ازف ما عنديش وقت لازم اغامر بعناصر هجوميه تقدر بقى تباخد الترجي تقدر تجيب لي وقت جول حتى لو في اخر دقيقه صحيح طيب خلينا نتكلم كابتن ابو انت كنت اتكلمت حته ان الخطأين اللي جم او الهدفين اللي جم في النادي الاهلي هي اخطاء لكن المباريات الكبيره اللي زي كده كابتن ابو الدهب لا تتحمل الاخطاء خصوصا لما تكون بتلعب فريق زي الترجي فريق انت بتلعبه عشان توصل لبطاقه تاهل للدور قبل النهائي حته الاخطاء دي نتمنى طبعا ان كانت ما تبقاش كاتش موجوده في المباراه السابقه ونتمنى بقى من خلال طبعا السلبيات اللي كانت موجوده دي ما تبقاش موجوده في المباراه القادمه كابتن حسام البدري هيبتدي يتعامل ازاي في ظل ان هو مطلوب منه انه يحرز اهداف وفي نفس الوقت زي ما كابتن ماهر بيتكلم كده ان ما يجيش فيه اي اهداف بص يا كابتن لعيبه النادي الاهلي لعيبه خبرات وان كان انا قلت لك الاخطاء وارده بس اخطاء وارده ممكن اخطاء ساذجه بتحصل في الكوره لكن لازم اللعيبه تكلم بعض يمكن انا بنتكلم انا بقول لك النهارده يمكن الجون الاولاني جه فينا ان ما حدش شاف ظهره في الفريق يمكن الجون اتلعب الكوره اتلعبت يعني النهارده لما بتيجي تلعب زي ما يعني عندك الكابتن ماهر قال لك كلمه كويسه قال لك التدريب مهنه التدريب ضمير انت النهارده الكوره مش هتلعبت كورنا مش عايز اتكلم مش عايز اعيد الاخطاء لكن ازاي ده الراجل ده لعب كان زمان يقولوا لنا مثلا كابتن ماري يقول لك واحد يقف قدام الراجل اللي هيلعب هنا وواحد وراه على اساس لو عدى حاله سرحان ما لازم انا بلعب في فرقه كبيره يا كابتن في الماتشات دي في الماتشات دي صعب ان انت تغلط ممكن انا النهارده زي مثلا ما اقدرش اتكلم على شيف اكرامي ممكن كان في ناس قالت لك ده في عاوز يمسك الكوره ويلعبها بسرعه او الكوره ممكن تكون الزحلقه برضه لكن شريف من الحراس الكبيره هي ما تبانش كده انا بفكر تفكيرين الكوره سهله طبعا. وعايز اخدها والعب زي ضربه الجزاء لو لعيب فكر تفكيرين بتضيع لكن انا النهارده شايف ان الكابتن حسام يتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا يخرجهم من الحاله اللي هم فيها اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا بتلعب الترجي فرقه محترمه فرقه كبيره يمكن انا قريت للبنزرتي تصريح بيقول لك ما تقلقوش من النادي الاهلي هو راجل برضه بيشجع فرقته وبيتحمس فرقته طبعا. لكن النادي الاهلي كبير في كل مكان وفي التجارب الكابتن والتجارب بتثبت غير كده هو بيحاول يطمن برضه فرقته يا كابتن فاروق احنا على مر العصور يمكن الكابتن مجدي الكابتن مال كان موجود معانا في المغرب احنا اتغلبنا من الفيصلي البطوله ضاعت مننا بالظبط هنلاعب مين تاني ماتش يا كابتن الرجاء البيضاوي وما ادراك ما الرجاء واحنا كسبانين وهنا ثلاثه نزلنا قالوا لنا البطوله كسبنا الرجاء 2-0 بص يا كابتن يمكن انا بتكلم على الـ على الـ على الترجي انت رايح تكسب لازم اضغط من الاول ولازم العب على المكسب مع احترام الكابتن انت عندك حلول وعندك كابتن حسام البدري عنده لعيبه يا كابتن تقدر تقوم له باي سيناريو هو عايزه عندك لعيبه مع الحذر الشديد ان انت ما يجيش في الجول طول ما انت ما بيجيش في الجول يا كابتن مرهه هتقدر تجيب جول عندك لعيبه كويسه وعاملين حسابك بشكل كبير جدا ولعيبه وعاملين حساب النادي الاهلي لو انت عامل حساب الترجي 80% او 200% هم عاملين حسابك بس انا كابتن معاك بس التمادي في الحذر كتير ممكن الوقت يروح منك اه ما هو يعني هو دي عشان كده هم بيعرفوا ده هي سمه مش فينا يعني مش موجوده في تركيبه لعيبه النادي الاهلي يعني انا محمد مؤاخذه انا اسف لا لو احنا هنبص على التشكيل يعني بعض انا هاخد منك الملامح دي يا كابتن وايه اللي يعني هل كنت حسام بقى ملامح التشكيل هي اللي هتقول انت تلعب كابتن يعني فاروق بس انا اسف يا كابتن خلي بالك فرق شمال افريقيا لما بيجي فيها جون فلو ما بتعرفش ترجع بسرعه يعني يبقى جمهورها بيبقى ضاغط عليها وبعدين جمهورها بيقلب عليهم وعلى فكره عندهم عصبيه لو ضيوف دخل فيهم جون بيبقى عندهم عصبيه من الاجهزه اللي بره او هم كلاعيبه في الملعب لو انت ضغطت على الفرقه ديت وتعرف وعندك لعيبه تعرف تجيب جول لازم اضغط من البدايه وانا اكيد الكابتن حسام قايل للعيبه كده ان انت رايح ان احنا رايحين ان شاء الله نكسب لو ضغطت على الفرقه ديت هم ما بيعرفوش يلموا نفسهم يا كابتن بشكل كويس وعلى فكره ممكن توصل لكن طول ما الوقت بيعدي يا كابتن هم بيعرفوا يضيعوا وقت يمكن احنا شفنا في المباراه اللي فاتت يعني الراجل ما حدش لمسه وراح ماسك وراح واقع وعمل لكن انا بعتقد النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يخلص المباراه من بدري طيب كابتن كنت حضرتك عايز تتكلم انا اتكلم بقى الضغط اللي بيتكلم عليه محمود هيتبني على التشكيله بقى اللي بيفكر فيها الكابتن حسام البدري يعني النهارده حسينا كده ان الكابتن حسام البدري ممكن يغير بعض العناصر خصوصا نص الملعب يعني هيرجع للطريقه اللي هي 4-3-2-1 يعني ممكن يا كابتن فكر بشكل كبير كابتن حسام بدري ما بيغيرش كتير انا يعني معاك الثلاثه دي دايما لما يبقى هو عايز يحافظ على نتيجه هنا في القاهره
اللي هو في نص ملعب، ثلاثه في نص ملعب. لكن اما تبقى مطالب انك عايز تكسب، اعتقد ان كابتن حسام بدر وبعض الحالات برضك لعب بيها بره ملعبه وما لعبش غير بيدفيست وتعادل 0-0 هناك في جنوب افريقيا. يعني يمكن ما عملوش زي يمكن اكتر اكتر من 3-4 مرات يمكن لعبنا بالطريقه ديت وكانت بشكل كبير بشكل ايجابي. ممكن محمد هو بيفكر في انه يريح عبد الله السعيد، وده يمكن اللي هيعمل له تنظيم تاني بالنسبه للتشكيله وبالنسبه لادائنا في نص الملعب. خد بالك ان برضك نادي الترجي التونسي عنده قوه في نص ملعبه بشكل كبير، يعني الاثنين الافارقه كولوبالي وفرانك يعني من اللعيبه اللي كانوا بيلعبونا، يعني الاثنين دول. وبعدين فرجاني ساسي برضك من اللعيبه اللي عندها خبرات بشكل كبير جدا، فالثلاثي ده بيمثل مشكله في رادس في ملعب تونس، وخبرك بيستحوذوا بشكل كبير جدا، وبيقدروا ينقلوا الهجمه بشكل كبير جدا، وبيقدروا يدافعوا بشكل كبير جدا. فانا عايز اقول لك من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها كابتن حسام كتشكيل رقم واحد، وعنده البديل برضك بالتشكيل رقم اثنين، انه يبدا باكرامي هاني محمد هاني باك رايت، وسعد سمير ورامي ومعلول، وثلاثه في نص الملعب. اسمه هاني بقاله كتير قوي كابتن. ما هو انت من ضمن طرق اللعب اللي انت بتفكر فيها محمد، يبقى انت عندك كذا طريقه. خد بالك لان المباراه دي هيبقى فيها طرق لعب مختلفه بشكل كبير جدا خلال 90 دقيقه. تمام. فممكن يبدا كده ويبدا بفتحي وعاشور والسوليه، ثلاثه نص ملعب، يبقى انت عندك حزام قوي جدا في نص ملعبك، وفي نفس الوقت يبقى انت مأمن في خط ظهرك، وفي نفس الوقت بتساعد الجزء الهجومي اللي بيتكون من على الطرفين وليد سليمان ومؤمن وازارو. واخد بالك؟ تمام. والجزء الثاني اللي هو زي ما انت قلت يرجع للتشكيل التقليدي بالنسبه له، اللي هو الطريقه التقليديه 4-2-3-1 4-2-3-1 فتحي وسعد سمير ورامي ومعلول، واثنين في نص الملعب عاشور والسوليه وعبد الله السعيد ووليد ومؤمن وازارو. هو بيعتمد بشكل كبير جدا في المباراه دي على الخبره محمد. طيب هو الملعب ممكن يتحمل عبد الله السعيد، ولو انت عايز تلعب بالثلاثه كابتن وجود عبد الله السعيد وصالح جمعه او عبد الله يبقى موجود في نص الملعب كثالث، وصالح جمعه موجود مكان عبد الله السعيد، هل الملعب ممكن يتحمل كابتن ماهر؟ يعني انا شايف الاثنين بلاي ميكر هتبقى فيها شيء من الصعوبه. انت عايز الجزء الهجومي لكن انت بالحسبان، انت في البديل انت ممكن في التغيير اللي انت بتفكر فيها هيبقى صالح جمعه، واخد بالك، ممكن يكون مع عبد الله السعيد كبديل كبديل على حساب واحد من نص الملعب. لكن الحته القداميه انت محتاج كل الخبرات اللي موجوده عندك، مؤمن بشكل كبير جدا، وليد بشكل كبير، ازارو طبعا، وطبعا هو مش محظوظ يمكن، لكن اداؤه في المباراه الاولى بيدي لك قوه ومساحه والعاب هوا، وهو من اللعيبه اللي خد بالك ان مشكله الترجي عنده شمس الدين ومنتصر، دول طوال القامه لكن عندهم ضعف وبطء في الرقابه، نقدر نستغلها عن طريق ازارو بشكل كبير جدا. فانا شايف ان ازارو ممكن يبتدي المباراه مع خبرات وليد ومؤمن، يشكلوا لنا خط هجومي يعمل مشاكل في خط ظهر. اديتني تشكيله كابتن، اديتني طريقتين للي ممكن كابتن حسام او السيناريو اللي ممكن يشتغل بيه كابتن حسام. كابتن ابو الدهب عندك يعني كلام او بتأيد كابتن؟ لا يعني كابتن ماهر يمكن حاطط طبعا طبعا رؤيه كابتن ماهر تحترم جدا، لكن انا شايف يا كابتن ان انت كابتن حسام عايز يكسب، لو انت عاوز يكسب في المباراه ديت، فانا اعتقد ان انت لو هتلعب بالناس اللي قدامك كابتن هتلعب وليد سليمان وعبد الله السعيد وهتلعب مؤمن زكريا وقدامه وليد ازارو. ان انت ناس برضو ان انت عندك حسام عاشور وعندك عمرو السوليه في نص الملعب، هم قافلين الملعب بشكل كويس يا كابتن، لان انت النهارده كابتن وليد سليمان ومؤمن زكريا بيقوموا بالدور اللي هو الدفاعي والهجومي بشكل كويس جدا يا كابتن، وعندهم خبرات ويقدروا بيدافعوا وبيكملوا مع، يعني لو لعب مؤمن زكريا او وليد سليمان بيلعب مع احمد فتحي بيعمل جبهه الناحيه الثانيه، فرقوا معانا محمود في بدايه المباراه اللي فاتت، ما هو فرقوا معانا بشكل كبير، لا وفرقوا بشكل كبير جدا يا كابتن. وعايز اقول لك حاجه، الملعب هناك يا كابتن انت عاوز تمسك الكوره كتير، يعني انت عاوز تلعب برضو عاوز تمسك عاوز تاخد ثقه على ملعب رادس، لازم تمسك الكوره تسلم الكوره من رجل لرجل، لازم يكون في ملعب. يمكن احنا اتكلمنا قلنا ان احنا عندنا لعيب لازم يبقى يقدر
يخلي الملعب هادي بشكل كبير جدا. لازم اللعيبه تمسك الكوره بشكل كويس، لازم تسلم الكوره برجلك، اللعيبه تاخد ثقه، لازم اضغط يا كابتن، لازم افتح الطرفين، يكون عندي طرفين زي وليد وزي مؤمن زكريا يقدروا يحركوا بشكل كويس جدا. حاجه ثانيه يا كابتن، ان انت عندك عمرو السوليه بيميل وعندك بيترحل الملعب ويقدروا بيقوموا بشكل كويس، لكن النهارده عشان تلعب عبد الله السعيد يا كابتن وصالح جمعه هيبقى فيها ريسك كبير، ان انت عبد الله سعيد برضه بنفس الدور اللي بيقوم بيه عبد الله سعيد من بدايه المباراه. من بدايه المباراه لا، لكن هو ساعات كابتن حسام بيعملها في كبديل فعلا لصالح بينزل بتبقى ورقه رابحه، يعني انت عندك ان انت ممكن اجايب ورقه رابحه، لكن الكابتن حسام كابتن انا بقول وليد ازارو ليه؟ لان وليد ازارو لازم تضغط على الديفنس بتاع لعيبه الترجي بشكل كويس او بشكل كبير، لكن الحاجه الثانيه ان انت لازم تفتح الملعب على الجنبين، لان الملعب كبير على فكره الملاعب الواسعه والملاعب الكويسه، فلازم تمسك الكوره يا كابتن. زي ما قلت لك فرقه الترجي لو ضغطت عليها وجبت جول هتخلص المباراه من بدايتها، لان من شمال افريقيا كلها بتعرف. لكن 4 2 3 1 يعني طبيعي اللي انت بتتكلم فيه يا كابتن ماهر، ادنا 2 سيناريو بالنسبه لكابتن حسام. أنا تفكيره ممكن كابتن، انا وجهه نظري يمكن كابتن حسام ممكن هو اضرب لعيبته واضرب فريقته واضرب المباراه، لكن 4 4 2 4 2 3 1 اللي هو الشكل اللي هو طبيعي النادي الاهلي اللي هو يلعب بيه او كابتن حسام البدري بيلعب بيه في الشوط. جميل جدا يا كابتن، جميل جدا يا كابتن ماهر. خليني برده اتكلم بقى على الجانب الاخر، فريق الترجي يا كابتن، يعني طبعا فوزي بنزرتي من المديرين الفنيين المخضرمين بالنسبه في الكره الافريقيه والكره العربيه، ايضا متمرس جدا مع فريق الترجي، وهو دايما هو اللي بيرجع فريق الترجي بشكله وعهده، اللي ممكن قعد فتره فريق الترجي بعيد خالص عن مستواه كاسم فريق الترجي، النهارده بيعمل فريق عنده مجموعه زي ما انت حضرتك اتكلمت في نص الملعب على اعلى مستوى، عنده طه ياسين خنيسي هداف البطوله حتى الان 6 اهداف، عنده ايضا مقومات. هل فريق الترجي ممكن يسيبك انت تهاجمه والوقت بالنسبه له زي ما انت بتتكلم كده هو في صالحه ان هو يطلع سلبي، تعادل سلبي بالنسبه له كابتن ماهر، ويبتدي يلعبك على الهجمه المرتده ويتعبك؟ بص يا محمد، زي ما انت قلت البنزرتي بالشخصيه القياديه صاحبه البطولات بيأثر بشكل كبير جدا على كل فرقه بيمسكها، زي ما انت قلت هو أثر بشكل كبير على الترجي السنه دي، رجعهم للطبيعه وطبيعتهم المعتاده اللي احنا اتعودنا عليهم من خلالها. هو برضك عنده كذا سيناريو في دماغه، يعني هو برضك بيفكر أكيد بيفكر أكيد. انا بفكر مع حضرتك وبيحترم قيمه النادي الاهلي، وعارف النادي الاهلي خارج ملعبه عنده النادي الاهلي عنده الجرأه وعنده الشجاعه وعنده الثقه انه يقدر يلعب في رادس ويقدر يمرر ويستحوذ ويشتغل، فدي من ضمن اعزائي مشاهدي قناه الاهلي. برحب بحضراتكم ومستمرين طبعا في تغطيتنا لليوم المميز، طبعا يوم جميل، جمهورنا لما بيبقى موجود في مدرجات ملعب الكوره بيبقى الوضع مختلف. النهارده يعني الواحد سعيد بفكره تواجد الجماهير في ملعب مختار التتش، ليه؟ طبعا يعني حته ان انت بتشحن اللاعبين قبل مباراه مهمه يمكن بتبقى مهمه جدا، يعني فكره كابتن حسام بدري او مجلس اداره في انه النهارده يسمحوا للجماهير بتواجدهم في الملعب النهارده، اعتقد انها فكره مميزه. عمليه الشحن طبعا احنا موجودين في ملعب رادس امام جمهور قوي جدا، جمهور شرس في جزئيه التشجيع، فوجود جمهورنا النهارده قبل السفر طبعا لتونس بيدينا حته الشحن، يعني مهمه جدا قبل السفر ان انت بيفضل الشحنه دي موجوده بالنسبه لك، زي ما احنا شايفين قد ايه كان الشكل رائع، سواء بقى بدخولهم ودخول جماهير النادي الاهلي واسلوبهم الراقي في دخول النادي النهارده، اعتقد بيدي زي ما بيقول درس مهم جدا ان جمهور الاهلي جمهور راقي، جمهور مميز، حتى الشباب منهم والصغيرين السن فاهمين المرحله اللي احنا فيها، فاهمين ان النهارده التمرينه كانت تمشي لازم بشكل كويس بدون اي مشاكل بدون اي عوائق ممكن تبقى موجوده عشان عمليه التركيز للفريق. ولكن زي ما بقول لكم الشحنه اللي خدتها اللعيبه النهارده من خلال تواجد الجماهير الغفيره اللي كانت موجوده، طبعا لو كان النادي الاهلي سمح لعدد اكبر من كده كان هيبقى موجود، يعني عايز اقول لكم طبعا جمهور الاهلي عريض وكبير في كل حته في مصر، فبالتالي انت ما بتتكلم على انك بتفتح الابواب للجماهير هتلاقي ناس عدد لا يعني ما نقدرش نعده لا حصر له من عدد من جماهير النادي الاهلي اللي بتبقى حابه الفريق وحابه التواجد النهارده عشان تشحنه بشكل كبير لهذه المباراه اللي محتاجه فعلا
تركيز بشكل عالي، محتاجة انك تكون كلاعب عندك الشحنة المعنوية العالية والأمل والصبر اللي هيكون بشكل كبير في مباراة قوية أمام فريق الترجي، وده مش هيجي غير بحاجة زي كده. ففكرة وجودهم النهاردة ده فكرة جميلة، فكرة بشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وبشكر كابتن حسام البدري، بشكر الجهاز الفني إنه سمح لجمهورنا النهاردة العريض والجميل إنه يبقى متواجد بالشكل ده. وأعتقد إن النهاردة جمهور الأهلي ومجلس إدارته والنادي بشكل عام إدى مادة خصبة للمواقع والصحف ووسائل الإعلام في التواجد بتاعه النهاردة. زي ما بقول لكم ده درس للجهات والمؤسسات اللي موجودة في مصر عشان رجوع الجماهير. زي ما بقول لكم يمكن يعني لو كان الخوف من الناس الجميلة دي إن هم يخشوا الملاعب مرة أخرى، أعتقد لا، الخوف بينتهي دلوقتي. الخوف لازم يبتعد بعيدا عن ملاعب كرة القدم في الشكل اللي احنا شايفينه بالأسلوب الحضاري لجمهور النادي الأهلي، ان هو واقف ورا فريقه حتى هذه اللحظة طبعا، ومستمر دايما جمهور النادي الأهلي في أصعب حالات الفريق بيبقى متواجد بشكل كبير. شفناه كان موجود في ماتش زناكو والقطن وطبعا والوداد، وأخيرا كان الترجي بغض النظر حتى عن التعادل كان ورا الفريق حتى آخر دقيقة وكان سعيد. يعني خلي بالكم احنا عملنا مباراة جيدة، يمكن الهدفين نتيجة أخطاء، ولكن النادي الأهلي عمل مباراة جيدة. النهاردة موجود معانا في التمرين، موجود احنا كلنا موجودين ورا الفريق بقى هنا من القاهرة، بنتكلم بندعي بنتمنى، والمجموعة اللي ممكن تسافر أيضا ورا فريقنا إن شاء الله في تونس طبعا كلنا وراهم ندعي لهم يا رب إن شاء الله. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه، لكن زي ما بقول لكم النهاردة ده درس للمؤسسات المسؤولة عن الجماهير ودخول الجماهير في الفترة القادمة بالنسبة طبعا للدوري ولجماهير النادي الأهلي بالأخص، إن أنا بتكلم على جمهورنا جمهور النادي الأهلي، إن هو إدى فعلا درس في حتة الالتزام والمحافظة على فريقه وأهمية المباراة وحاجات كتير جدا النهاردة أنت بتتعلمها من خلال طبعا تواجد جماهيرنا، بدل ما احنا نتكلم اللجنة الاسترشادية أو اللائحة الاسترشادية ولا مش عارف إيه ولا مش عارف إيه والإجراءات و و و، اتكلم في دخول الجماهير. الشكل اللي أنت شايفه ده هو ده اللي بيخلي الرياضة تتقدم لقدام، إنك تشوف جمهور تشوف الشكل الجيد ده. عايز أقول لكم النهاردة الليجا الأسبانية بتعاقب سالتا فيجو عشان بس عدد الجماهير اللي موجودة في المباراة الخاصة بيهم في الدوري الأسباني المباراة اللي فاتت كانت قليلة، يعني عدد قليل. النهاردة الليجا الأسبانية بتعاقب أي نادي إن لو مش 70% من المدرجات مليانة بتعاقبه ماليا وبتعاقبه على حسب قوانين الليجا الأسبانية. فبالتالي يعني الجمهور ده مهم في كل حتة في العالم، بنشوف الدوري الإنجليزي دوري كامل العدد، بنشوف حاجات كتير لما يبقى عندنا جمهور زي ده محب الفريق ومحب للعيبته محب للكيان الكبير ده وما ندخلوش، هو ده بقى اللي احنا يعني ما بنبقاش عايزينه، عايزين بقى خلاص الموضوع ده ينتهي ويبقى جمهورنا الجميل ده. طبعا بنشكر الامن اللي وافق طبعا على دخول الجماهير النهارده، ويمكن النادي الاهلي اصدر بيان يعني بخصوص ده، بشكر الامن ان هو تعامل حتى بالشكل جيد. النهارده النادي الاهلي استعان بشركه خاصه في جزئيه التفتيش والامن، وكان في التزام من الجماهير في حته التفتيش والامور كانت سهله وبسيطه. يا رب ان شاء الله يبقى فيها الخير بوجود الجمهور ده النهارده، وانه اعطاء الشحنه الجيده للاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه ده مهم جدا جدا. عايز اقول لكم فعلا بيفرق معانا كتير يا جماعه، اي لعيب او اي لاعب شارك في هذه البطولات والمباريات المهمه قبل ويكون قبلها جمهور زي كده بيجي يأزره بتفضل موجوده في دماغنا حتى اللقاء، بيبقى موجود الشحنه دي موجوده حتى اللقاء واثناء اللقاء، ان احنا عايزين نرجع بشكل مميز وبنتيجه جيده لجمهورنا اللي جه وقف جنبنا وكان بصفه مستمره بيساندنا، يعني دي حاجه مميزه. طبعا النهارده البدايه كان الكابتن حسام البدري، نداء لكابتن حسام البدري من الجماهير، ثم شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، وان بيتكلم طبعا جمهورنا العب ما يهمكش يا شريف العب ما يهمكش، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. شريف طبعا حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، لاعب مميز، كلنا بنخطأ كلنا بنمر بالمراحل دي، ولكن طبعا ما ينفعش ان احنا اثناء مباراه مهمه زي كده ان احنا نكسر ابدا عمود مهم من عمدان فريقنا فريق النادي الاهلي. شريف اكرامي كابتن من كباتن الفريق، فبالتالي النهارده جمهورنا حياه بشكل خاص، حياه بشكل مميز جدا، وده هو ده اللي احنا كنا منتظرينه من جمهورنا. لكن طبعا
الاهم والشكل الاهم بالنسبه لنا الفتره الجايه هو بقى دور اللاعبين، دور شريف اكرامي، دور احمد فتحي، حسام عاشور، عماد متعب طبعا كابتن الفريق، كل اللاعبين، عبد الله سعيد، كل اللاعبين الخبرات، وليد سليمان، دورهم بقى مهم جدا في حته بقى التركيز ان شاء الله من النهارده وحتى اللقاء بكره ان شاء الله في السفر لتونس، والوصول ان شاء الله 10:30 صباحا هيكون في استقبالهم معالي سفير مصر في تونس نبيل الحبشي، واكيد كابتن سعد حفيظ هو موجود هناك من دلوقتي. كل الامور سهله وهتبقى بسيطه، مفيش بقى فاضل غير ان احنا نركز بشكل قوي لهذه المباراه. وزي ما بقول لكم فريق الترجي جه هنا حط فينا هدفين، احنا مش اقل ابدا ان احنا نعمل كده، احنا اقوى، احنا الاهلي، احنا عندنا قدرات هجوميه على اعلى مستوى، عندنا مجموعه من اللاعبين سواء بقى في التشكيل الاساسي او في الدكه او بره، ما شاء الله فرقه يعني لعيبه تحترف في الدوري الاوروبي، ما عندناش مشكله خالص في اللعيبه، عندنا خبرات موجوده متمثله في لعيبه كتيره جدا في الدوري وفي البطولات الافريقيه، موجود عبد الله سعيد وليد سليمان، عندنا لعيبه دوليين، فبالتالي ما عندناش خوف ابدا من حته الخبرات واللعب ده امام جمهور يكون جمهور شرس زي جمهور الترجي في تشجيعه طبعا، لكن هو ده اللي احنا منتظرينه بقى من اللعيبه، ان انت تبقى اولا هادي جدا، عندك حته الرجوله والاصرار على تحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه، اعتقد ان من خلال الهدوء والثقه بالناس، وطبعا مهم جدا ان انا ابقى وانا في مباراه زي كده ابين من اول دقيقه للفريق الخصم او فريق الترجي ان انا جاي مش عشان يعني مش هتعادل، انا ما عنديش اصلا فرصه او تفكير في فرصه التعادل غير بنتيجه ايجابيه، يعني نتيجه ايجابيه اللي هو 2-2 3-3 هو ده النتيجه الوحيده اللي ممكن تخلينا نتاهل، لكن 1-1 لا خلاص تخرجك بره. طبعا الفوز ده هو الاهم وهو الهدف اللي لازم يبقى موجود في الاول لكابتن حسام البدري واللاعبين، لان الفوز عملناها كتير، مش اول مره ممكن نعملها في تونس، مش اول مره ممكن ننتزع بطاقه التاهل للدور اللي بعده من الفرق التونسيه، هو ده اللي احنا مفروض نحط في اللاعبين، سواء بقى اللاعبين اللي ممكن لاول مره يخوضوا هذه المباراه بالشكل ده او بالموقف ده، لان احنا عندنا لعيبه خاضت الموضوع ده قبل كده او خاضت هذه التجربه، احمد فتحي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، شريف، حسام عاشور، عماد متعب، كل دول خاضوا هذه التجربه، فبالتالي نقل الخبرات منهم للاعبين اللي موجودين اللي هيكونوا في المباراه، ده اللي احنا نتمنى، الاجتماعات الفرديه او الاجتماعات الثنائيه ما بين اللاعبين والجماعيه مع اللاعبين والاجتماعات ما بين الجهاز الفني واللاعبين، كل ده هيبقى موجود في المعسكر بدايه من النهارده، وان ما كان موجود قبل كده، ولكن طبعا استكمالا للايام القادمه وعمليه الشحن اللي ابتدت النهارده من خلال جمهور النادي الاهلي، واللي انا شايفها فكره رائعه بتواجد الجماهير قبل السفر لطبعا شحن اللاعبين لهذه المباراه، ولكن طبعا احنا بنتكلم على جزئيه المباراه، ازاي كابتن حسام البدري يتعامل مع هذه المباراه، هو شخصيا اكيد بيفكر ازاي يحط التشكيله الاساسيه، ازاي يبتدي كابتن حسام البدري، انه لو في كان في بعض من وجهه نظر بعض الناس اخطاء في بدايه المباراه من حيث التشكيل، ازاي كابتن حسام يبتدي يشتغل عليها ويشوف التشكيل الامثل للمباراه القادمه، هي دي النقطه، ازاي تقسيم المباراه اجزاء من خلال طبعا الربع ساعه الاولى وربع الساعه الثانيه وبدايه الشوط الثاني ونهايه الشوط الثاني، كل دي سيناريوهات بتبقى موجوده عند كابتن حسام البدري، ولكن عشان اختار او انفذ هذه السيناريوهات لازم اختار تشكيل مميز جدا، تشكيل يقدر ينفذ لي كل الخطط، يعني في بعض الناس بتتكلم على التشكيل القادم، يعني من وجهه نظري كنت بتكلم فيها مع طبعا نجومنا هنا في الاستوديو كابتن وليد وكابتن ربيع وكل النجوم اللي بيشاركونا هنا في استاد الاهلي على التشكيل الامثل للنادي الاهلي ووجهه نظرهم، انا وجهه نظري يمكن وجود شريف اكرامي طبعا كحارس مرمى في هذه المباراه موجود طبعا بشكل اساسي، يمينك هيبقى احمد فتحي نص في النص او في قلب الدفاع رامي وسعد، شمال علي معلول، في الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، اما في الامام هي دي بقى اللي هنبتدي نشتغل عليها، لانك انت زي ما بقول لكم انت مطالب بالفوز، لا محاله غير الفوز او التفكير في الفوز، جه الفوز اهلا وسهلا، التعادل لازم يجي على الاقل يبقى نتيجه المباراه 2-2 او 3-3 عشان تقدر تعدي هذه الموقعه،
2-2 هتلعب ضربات جزاء، ولكن انت بتوصل لمرحله انت بتتساوى معاهم في النتيجه. فبالتالي انت بتتكلم في الجزء الامامي والجزء الهجومي، انت محتاج خبرات، محتاج لعيبه تقدر تهدف بشكل كبير، لعيبه تقدر تتعامل مع الجزء الخاص بالعمليه الهجوميه ووجودهم داخل ال 18 وبشكل مميز، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فبالتالي ممكن من وجهه نظري وجود وليد سليمان بخبراته الكبيره وعمليه التهديف اللي عنده مميزه جدا، ايضا وجود مؤمن زكريا وبرده خبراته اللي موجوده، وايضا جزئيه التهديف اللي عنده اللي بيشتغل بيها مؤمن بشكل كبير، طبعا عبد الله السعيد موجود وبشكل اساسي لان هو المايسترو بتاع الجزئيه دي. اما في الامام فوجهه نظري يمكن وجود جونور اجايه، وحته ان هو قالها فيرود انت محتاجها في مباراه زي كده. فريق الترجي عنده جزئيه في قلب الدفاع هي مشكله، الجزئين القلبين او قلب الدفاع او اثنين لعيبه اللي في قلب الدفاع عندهم مشكله تقدر تتعامل بيهم من خلال تحركات لعيبه مميزه، عندهم القدرات ان هم بيبقوا موجودين جوه ال 18 وفي نفس الوقت ينزلوا ويطلعوا من تحت مع طبعا اللاعبين اللي موجودين. فجونو اجاي هو عنده القدرات دي بشكل كبير. يعني احنا بنتكلم وكابتن حسام طبعا هو ليه الكلمه الاولى والاخيره، وجهه نظره في المباراه وجهه نظره في الشكل وشكل الفريق الاخر طبعا وقرايته للمباراه من لما شاف هنا الفريق وشاف نقاط الضعف اللي عنده وشاف الجزئيه اللي ممكن يقدر يستند عليها في الجزء الهجومي في المباراه القادمه. ولكن هو ده اللي ممكن كابتن حسام ممكن يفكر فيه، تغيير بعض اللاعبين، يمكن بوادر في بعض التصريحات على هذه الجزئيه، ولكن احنا هنشوف شكل النادي الاهلي من حيث طبعا بعد ما اخذ الشحنه القويه من جماهير النادي الاهلي اللي احنا شفناها النهارده هيبقى الوضع مختلف. المسؤوليه دي مهمه جدا، مسؤوليه جمهور النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي في بطوله افريقيا والحصول على هذه البطوله مسؤوليه صعبه. النهارده اللعيبه من رؤيتهم لجماهيرهم بالشكل ده ومطالبتهم في المباراه القادمه، اعتقد حته الحركه نفسها عند اللاعبين والحماس وان انت بتشد ازره، ولو في كان جزء مثلا اخفق في المباراه اللي فاتت بتشد ازره من جديد، دي حاجه بتفرق جدا مع لاعبين النادي الاهلي. لكن طبعا كل التوفيق ليهم ان شاء الله، كل التوفيق لكابتن حسام البدري والجهاز الفني في اختيار التشكيل الانسب والخطط اللي ممكن يقدر يلعب بيها في المباراه، هو ده اللي احنا محتاجينه. ما عندكش زي ما بقول لك سبيل تاني غير الفوز، سبيل تاني غير التعادل بشكل زي ما بقول لكم 2-2 ده تعادل تتساوى معاه وتلعب ضربات جزاء، 3-3 تتعدي وتتاهل للمرحله القادمه، ولكن الفوز هو اللي يخليك تستريح خالص من حيث طبعا النتيجه. زي ما بقول لكم سيناريوهات موجوده في دماغ كابتن حسام البدري، بدايه المباراه، الربع ساعه اللي قبل نهايه الشوط الاول، الربع ساعه الاولى في الشوط الثاني، نهايه المباراه، كل دي حاجات في الكوره او كره القدم، والجهاز الفني بيبقى عامل حسابه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. يعني هو ده اللي احنا كنت عايز اتكلم عليه، والجمهور الجميل اللي حضر النهارده والتزامه بشكل كبير، زي ما بقول لكم ماده وفيره للاعلام المصري والمواقع النهارده ان يتغنى بقى بجمهور النادي الاهلي. ولازم نشوف طبعا المؤسسات، وزي ما بقول كده بدل ما احنا كلجنه اولمبيه بنشوف جزئيه الاجراءات النادي الاهلي كانت صح ولا غلط، نشوف الجمهور ده ونرجعه في الجزئيه دي، ورجوع الجماهير الجميله سواء بقى جمهور النادي الاهلي العظيم لفريقه او لجماهير التانية، عشان نشوف زي ما بقول لكم الليجا الاسبانيه النهارده بتشوف وبتعاقب بعض الفرق عشان عدد الجماهير عندها ما كانتش موجوده بالشكل المناسب في مدرجات الاستادات. فبالتالي يا رب كل التوفيق لفريق النهارده. النهارده كان يوم جميل فعلا، وسعداء بالصوت اللي احنا كنا بنسمعه دلوقتي والتشجيع للاعب لاعب وكابتن حسام البدري ومؤازره اللاعبين، كل ده احنا بنستمتع بيه لان فعلا روح كره القدم هو جمهور الفريق، جمهور النادي الاهلي دائما موجود مع فرقته سواء بقى في المواقف الصعبة والمواقف الجيدة وأثناء البطولات، كل ده احنا بنسعد بيه جدا. عايز بعد الفاصل او بعد الفاصل ان شاء الله هتكلم مع نجوم مصر عن هذه المباراة، وايضا فرص وامكانيات النادي الاهلي في الوصول لدور قبل النهائي من حيث طبعا المباراة الصعبة القادمة امام الترجي، مع نجوم مصر طبعا كابتن ماهر همام وايضا كابتن محمود ابو الدهب، نجمين من نجوم النادي الاهلي وخصوصا طبعا في خط دفاع. فاصل واستقبلهم ونكمل كلامنا مع بعض. هو بالنسبه له
عنده تكوين الفريق كابتن محمد، بيضغط برضك، بيعرف يضغط وبيستحوذ بشكل جيد، وبعدين بيعمل تمريرات، عندهم تمريرات بشكل كبير جدا في نص الملعب. وبعدين لما بيلاقوا ثغره في خط ظهر النادي الاهلي بيحاولوا، يعني احنا شفنا في المباراه الاولى بيروح محمد على طرف ناحيه معلول بشكل كبير جدا على بطريقه مجاميع 1 2 3، وبيحاولوا يخترقوا من عن طريق معلول. لما بيلاقوا ان الحته ديت مقفوله بيروحوا متحركين بسرعه من خلال ساسي فرجاني وكولوبالي مميز قوي كابتن، كمان في الكره بشكل، وبيبداوا يودوا الناحيه الثانيه لان هم عندهم طه ياسين متحرك بشكل كبير جدا، ومحطه اماميه محمد وهداف جايب 6 جوال لحد دلوقتي. فاحنا محتاجين بشكل كبير جدا واحد من قلبي الدفاع، اذا كان سعد سمير، وانا بفضل سعد يعني، وبعدين رامي يبقى وراه سعد، يبقى عينه بشكل كبير جدا على طه ياسين، ان طه محطه بيقدر يستلم وبيقدر يفوت وبيقدر يساعد الناس اللي جايه من تحت. فمهم جدا ان احنا نحط ايدينا عينينا عليه واحنا بندافع بشكل كبير، ونمنع الخطوره من خلاله، لان هو اللي بيديهم الثقه، هو اللي بيزود بالظبط. طبعا هو من البدايه محطه مهم جدا ان احنا نمنعها. النقطه الثانيه بالنسبه لثلاثة نص الملعب متحركين وعندهم جانب دفاعي بشكل كبير جدا، وفي نفس وقوه في الالتحام والاستحواذ، وبعدين بيساعدوا بقى غيلاني الشعلالي دوت، وبيساعدوا انيس البدري، وبيساعدوا طه ياسين، لان هم بيروحوا بالكوره وبيحاولوا يزودوا العدد في التلت الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي، على اساس ان هم يسجلوا هدف مبكر يديهم ثقه. فانا شايف ان هو برضك بنزرتي هيبدا يضغط علينا من البدايه، يعني هيقول للنادي الاهلي لا، انا مش هدافع، انا هضغط من البدايه، لان لو جبت جول هتبقى القصه انتهت بنسبه 90% بشكل كبير، لان 0-0 هو في صالحهم، 1-1 في صالحهم، 2-2 يمكن تبقى في صالح النادي الاهلي، يبقى فيها ضربات جزاء. فهو كمان كابتن فاروق يهمه ان هو يجيب هدف مبكر يريح فرقته ويريح لعيبته. صحيح. فاكيد هيبقى في سيناريو هيبان من خلال 90 دقيقه. محمد المباراه دي انا شايف انها جيم هيبقى مفتوح من خلال فرقتين، مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي ونقدر نتنبأ ايه اللي هيحصل الا من خلال ال 90 دقيقه في بدايه صفاره الحكم. صحيح. في بدايه المباراه. صحيح. يمكن يا كابتن اي فريق يبقى دايما، يعني احنا بنقول النادي الاهلي لعب هنا بطريقه، هل ممكن هناك يلعب بنفس الطريقه ولا لا؟ اكيد هو برده في مصر هنا لعب بطريقه الى حد ما فيها جزء دفاعي، وكان كلامه حتى وتصريحاته وجود فوسيني كوليبالي وفرانك كوم في نص الملعب، هل هيبتدي يشتغل كابتن محمود ابو الدهب في الجزئيه دي؟ خليني بس اطلع لفاصل واكلمك على التشكيل بالنسبه له هو كفوزي البنزرتي، هل هيبقى بنفس التشكيل ولا هيغير بالنسبه لفريق الترجي الجزء التشكيل في هذه المباراه، خصوصا ان هي على ارض فريق الترجي. فاصل وارجع اكمل كلامي طبعا مع نجوم مصر في الاستوديو. يعني الواحد سعيد طبعا والله، احنا بنشوف الجماهير بالشكل ده بقالنا فتره طبعا، الجماهير بعيده عننا، لكن طبعا وجودهم دائما في سواء بقى في استاد مختار التيتش ولا في مدرجاتنا العاديه بتبقى حاله جميله جدا، سواء بقى حتى يعني بعيد عن اللاعبين، احنا كمشاهدين او محللين قاعدين هنا خلف الكاميرات بنبقى سعداء جدا بصوتهم وبشكلهم الرائع اللي احنا شفناه النهارده. دايما يا رب يبقوا موجودين، ودايما يبقوا موجودين بشكل مميز، هو ده اللي احنا دايما بنسعد بيه، ان انت تبقى جاي بتشجع فريقك بتأزره، هو ده اللي احنا مطلوب دايما من جمهور الاهلي بالشكل ده، وخصوصا طبعا ان احنا جمهور محترم، جمهور دائما بيبقى لينا بصمه سواء بقى على فرقتنا او بصمه في تعليم الجماهير الاخرى على مستوى العالم او على مستوى الجماهير الموجوده في مصر. لكن طبعا زي ما بنقول احنا قاعده شعبيه كبيره، الاهلي رقم واحد في مصر دائما، احنا اصحاب البطولات، عندنا دايما ميزه، جمهورنا دايما واقف في ظهرنا، وده اللي احنا نتمناه. كابتن ابو الدهب كنت بكلمك على الترجي، ويمكن
هو لما جه لعب هنا كان بيلعب بشكل دفاعي اكتر. يمكن لما اتكلم على اثنين لاعبين مميزين في الجزء الدفاعي كان فاسيني كوليبالي وفرانكوم، كان كابتن فوزي بيتكلم ان هم هو هيعتمد عليهم بشكل كبير، وفعلا اعتمد عليهم في هذه المباراه وابتدى بيهم التشكيل. ولكن عايز اقول لك التشكيل كابتن عشان برضو ايه نعمل المقارنه ونبتدي نفكر هو ممكن يبتدي ازاي هناك في تونس. كابتن فوزي البنزرتي هو ابتدى بمعاذ بن شريفه شرفيه في حراسه المرمى، شمس الدين الزوادي ومنتصر طلبي وايهاب المباركي وخليل الشمام وفوسيني كروبالي وفرانكوم فرجاني ساسي امامهم، دول كانوا في نص الملعب، وغليال الشعلالي وانيس البدري وطه ياسين خنيسي صاحب الهدف بالنسبه للهدف الاول بالنسبه لفريق الترجي. الواجهه هي او الواجهه الاخر بالنسبه للفريق التونسي في تونس هيبقى عامل زي فريق الترجي؟ بص هو فريق قوي يا كابتن فاروق، بس عايز اقول لك على حاجه، يعني بنزرتي لما جه يلعب في مصر مع ضد النادي الاهلي كان حاطط في دماغه ان هو مش ما كانش يحلم ان هو يجيب جونين في النادي الاهلي وعلى في استاد برج العرب. دي بامانه هو جاي عارف انه بيلعب النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لكن عشان يجيب جونين في النادي الاهلي بالشكل ده او بالطريقه ديت هو كان بالنسبه له صعب جدا. وعلى فكره بعد ما جاب الجونين برضه كان بيدافع، يعني ما كانش بيهاجم، ما فتحش اللعب، او ان هو كان مقفل اللعب بشكل كبير جدا ان هو ما فتحش او ما ضغطش على النادي الاهلي، لكن كل لعبه كان هو بيمسك الكوره وبيلعبها طويله اللي بيلعبها لطه ياسين او بيلعبها الجون الثاني. كابتن بس عشان لو حضرتك كنت حاسس دي كان ضغط على النادي الاهلي من قدام قوي، يعني عارف اللي هو بيفاجئ النادي الاهلي وعارف ان دي زي ما كسره في التوقيت ده بس على فترات، يعني مش دايما، يعني هو ممكن يقول لك ايه انا عاوز اضغط على النادي الاهلي او في ممكن مدير فني يقوم من على الدكه يقول لك لازم نضغط احنا جايبين جونين او ناخد الثقه، لكن هو عارف خطوره النادي الاهلي او عارف ان النادي الاهلي عنده حلول كتير جدا وعنده لعيبه ان هي ممكن تخلص منه. لكن انا شايف ان هو ممكن مش هيقدر يغير، ما يغيرش بنفس اللفظ، لانه برضه هو من البنزرتي يمكن احنا يمكن كان ماسك الافريقي ماسك النجم الساحلي، يمكن انا لعبت ضده كذا مباراه، هو من الناس اللي هي ما بتحبش تغير كتير يا كابتن فاروق، لكن عنده هو برضه عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي انه ممكن يخطف، لان ده هو وزي ما احنا بنتكلم في الاستوديو واحنا قاعدين كده هو عارف ان النادي الاهلي يا كابتن مرق انه راح يكسب وعارف قيمه النادي الاهلي وعنده لعيبه عندها حلول وعندها امكانيات، لكن انا بنفس التشكيل ده اللي هيبقى موجود ان هو ما يقدرش يغير او ما يقدرش يلعب الا كده بالشكل ده، ان هو برده عنده حذر، هو عنده ثلاث سيناريوهات ان هو برده 0-0 او 1-1 او 2-2، لكن هو مش برده هيلعب ان هو مش عايز يجي في الجون، زي ما انت في النادي الاهلي ما تلعبش ان انت يجي في الجون، هو برده عاوز يلعب ان هو ما يخشش في جون، لان زي ما قلت لك لو دخل في جون بيتعصبوا جدا، هتقدر تجيب الثاني. وخير دليل 2012 البطوله انت كنت متعادل هنا والدنيا كلها قالت لك ان خلاص البطوله راحت من النادي الاهلي، رحت خلصت هناك يا كابتن، لان هم بيبقوا مفتوحين وفي فرق الشباب الترجي بالذات يا كابتن لو فتحته تقدر تكسب وتكسب بسهوله كويسه جدا، لان كمان عندك السردباكين دول شمس الدين ده بطيء قوي فلازم حد يضغط عليه يا كابتن. الحاجه الثانيه انا مش شايف انه مش هغير التشكيل بشكل كبير وهيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه في القاهره. طيب. ما يقدرش يغير. طيب يعني قبل ما نروح لكابتن مار، يعني مهم جدا ان احنا برضو حته جمهور الترجي والبدايات دايما يا كابتن. كابتن ابو دهب لما كان بيطلع في مباراه خارج ارضه وجمهور الفريق الخصم انت استعدادك ليه ايه؟ بيبقى في اكيد استعدادات خاصه بالنسبه للاعب نفسه وجمهور الفريق. بص يا كابتن فاروق، يمكن انا لو سالتني عن نفسي انا بقول لك ما كنتش بحط للجماهير، انا بمركز في الملعب، لعيبه النادي اللي تبقى كده في التسخين انت بتبص للجماهير، انت كنت نفسك لعيب، يمكن حتى انا كنت ليا طقوس بقى بعملها، ولا انت ممكن تستفز الجماهير او ممكن تعمل حاجه قد حاجه، انت عارف جماهير اللي شمال افريقيا دمهم خفيف، يعني حتى هم بيحبوا الافلام بتاعتنا او المسلسلات بتاعتنا فهم حتى حافظين شويه كلام كان بيقولوا كنا بنضحك معاهم. لكن عايز اقول لك على حاجه، لما بيلاقوا الفرقه اللي قدامك كويسه لو لك كويس بيشجعوه بطريقه وبيقلبوا على فرقتهم بشكل كبير. يمكن احنا كنا بنلعب يا كابتن الافريقي التونسي احنا تعادلنا معاهم 0-0، كان النادي المصري في بطوله افريقيا تعادلنا معاهم 0-0، قلبوا عليهم بشكل رهيب يا كابتن، حتى اللعيب عندهم جالهم ضربه جزاء في الدقيقه 90 ضيعها. لكن الميزه يا كابتن ان انت الجماهير دي انت لعيبه النادي الاهلي لعيب خبره، لعيبه عندها ثقه كبيره جدا، اكيد هتنزل او زي ما بيقولوا في الكوره ان انت تحط قطن في ودنك ما تفكرش. لسه كنت هقول لك دلوقتي. لا ما انا بقول لك بعمل ايه بقى؟ ما انا بقول لك حط قطن يا كابتن قبل ما انزل التسخين اروح حاطط القطن. مش هتسمع التنبيه الزميل. لا حاطط القطن القطنتين والله وافضل يا كابتن مكمل واخش وانا اخش اوضه اللبس عشان نغير هدومنا وانزل تاني بالقطن برضه واكملها. انا بشيلها بقى بعد التسخين وانا بلبس وانزل بقى بالقطنه تاني.
خمس دقايق بالظبط يا كابتن بشيلها انا مش سامع حد، مش سامع غير المدرب دول فرنسا. طبعا انت ما تعرفوش يا كابتن، تخطوا زمايلك ساعتها كنتوا بره. انا ما كان مدربين على فكره، كان يعني حتى الله يرحمه كان ثابت البطل، او لما كنا بنلعب في المغرب وكابتن ماهر وكابتن احمد ماهر ربنا يرحمه كان يقول لك حط في اوضنا ودنك، ماليش دعوه بالجماهير، خليك ركز في الماتش، انت عايز تكسب. انت خلي بالك فرقه الدرجه هتنزل هتضغط عليك من اول دقيقه، او هتلاقي اللعب الطويل وهتلاقي الضرب وهتلاقي الخشن. لعيبه الاهلي لازم يكون عندها ثقه. بص يا كفاروق، يمكن زي ما الكابتن مار قال، لازم انت كلاعب النادي الاهلي لازم تمسك كوره، يعني الثقافه بتتغير، لازم الكوره تتنقل من رجل لرجل، لازم تاخد ثقه، فدي بتبقى ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي طول المباراه. وعايز اقول لك على حاجه، لازم يكون عندك حذر. يعني انا بتكلم مع كابتن مار قلت له لازم الكابتن حسام البدري الله يكون في عونه، هو رايح هناك مش برضه بيفكر انه ما يجيش في جول، ان انت عاوز بص التفكير نمره واحد يا كابتن ان انت ما يخشش في الجول، التفكير الثاني ان انا اعرف اجيب جول او اجيب جول ازاي، ان انا طول ما انا الشباك نظيفه، لان انت 1-0 يصعدك صح ولا غلط. صحيح. لكن انا النهارده يعني زي ما ممكن اللي احنا بنتكلم كده، ان انت النهارده بنزرت بيفكر في ثلاث سيناريوهات، الكابتن ماهر الكابتن حسام البدري بيفكر في مليون حاجه، عايز يكسب عشان تكسب ما يخشش في الجول، عشان ما يخشش في الجول لازم يكون في تركيز كبير جدا من المدافعين او من نص الملعب، كل واحد يقوم بدوره. الحاجه الثانيه يا كابتن، الكابتن حسام مش هيبدا مش زي ما كان حصل في استاد برج العرب، ان انت في الباكين طايرين او في حريه لاحمد فتحي او في لعلي معلول، لان انت الكابتن مرح قال حاجه كويسه ان كان بيتلعب من ورا علي معلول، لان اللعيبه حافظاه بشكل كبير جدا، لانه كان على طول متقدم، فبالتالي هيقف يا كابتن، لازم يبدا يلعب من تحت، يلعب على المكان، فلازم يبدا حد يبقى قدامه يقدر يقوم بالدور الهجومي بشكل كبير جدا. فاتمنى ان شاء الله يكون كابتن حسام اضرب فريقه ولعيبته وربنا يوفقه ان شاء الله. كانت خلينا نفنط بقى يعني سيناريوهات المباراه، يعني احنا وارد يخش فيك هدف، وارد وانت مطالب ان انت تكسب. السيناريو ده يا كابتن ايه اللي المفروض كابتن حسام يبتدي يتعامل معاه؟ اكيد طبعا هو مجهزه بشكل كبير. اكيد زي ما قلت لك ممكن يكون كذا سيناريو في اللقاء ده، وارد في 90 دقيقه انك هتشوف طرق مختلفه، طرق دفاعيه باكثر عدد، طرق هجوميه فيها توازن بشكل كبير، تتابع الخطوط الثلاثه، كل الحاجات ده محمد المدير الفني في التكتيك بيحافظ لعيبته وبيتكلم مع لعيبته في الجزئيه ديت، واخد بالك ازاي لما نفقد الكوره ازاي نرجع تحت الكوره وندافع بشكل منظم، خطوط ثلاثه قريبه من بعض على اساس ان احنا ما نديش مساحات لطه ياسين ده انه يقدر يخترق من خلال العمق، لان هو محطه من ضمن المحطات اللي بيعتمد عليها البنزرتي بشكل كبير جدا. ازاي هتضغط على الثلاثه فرجاني ساسي ده وكوليبالي وفرانك في سبيل ان هم كمان ما يزيدوش وهم بيهاجموا ما يعملوش زياده عدديه على نص ملعب النادي الاهلي ويمثلوا لنا مشاكل. كابتن حسام طبعا عنده المميزات والعيوب لفرقه والتشكيل الترجي التونسي من خلال ال 50% المباراه 90 دقيقه اللي حصلت في مصر. حسام شاف ان اقل الخطوط بالنسبه للترجي هم الرباعي في خط الظهر، واخد بالك، خليل شمام وهاب المباركي، وازاي محمد هتستغل انت الاطراف زي ما محمود بيقول لك دلوقتي. انا لو علي معلول واحمد فتحي بالنسبه للتقدم في حاله الكوره مع علي معلول ان هو بيزود الجبهه بتاعته، ازاي هيبقى احمد فتحي يضم للداخل ويبقوا ثلاثه ورا مأمنين في الجانب الدفاعي. في المباريات اللي بالشكل ده محمد لازم يبقى في توازن في الدفاع، توازن في الهجوم، يعني ادافع بشكل ايجابي، ارجع نص ملعبي واحافظ بشكل كبير على المرمى باي شكل من الاشكال، 43 من بعض 9-1 زي ما انت عايز خلاص. وفي حاله الاستحواذ ازاي انظم بقى زي ما محمود قال، مهم جدا بعد الاستحواذ التمرير طول ما انت الكوره معاك يا محمد مش هيجي في الجول. صحيح. طول ما انت بتحافظ على الكوره والتمرير من رجل لرجل، واحنا ده طبعا موجوده نسبته تبقى قليله، طبعا النسبه بتبقى موجوده واحنا متميزين بيها، التمرير ده احنا متميزين بيه بشكل كبير جدا، واولا بيديك ثقه وبيفقده هو ثقه لان هو مش طايل الكوره ومش عارف يلاقيها. في نفس الوقت انت التمرير الكتير يديلك ثقه، يضطر تصغر ثغرة اقدر العب من خلالها. الثغرات اللي موجوده في الرباعي اللي ورا موجوده بشكل كبير جدا في الحاجات اللي هي
المتحركه اللي فيها خلق مساحه ازارو قدر ان يهرب منهم من العمق بشكل كبير جدا في اول 5 دقائق وكان يقدر يجيب اكتر من هدف. الحاجه الثانيه محمد حته الاختراق اللي كانت للشيخ من العمق برضك جابت لنا ضربه جزاء لان هما الاثنين واقفين على خط واحد وقدروا ان هما ما يلحقوش الشيخ فاضطروا ان هما يعرقلوا الشيخ فده وارد. ازارو كابتن ده ازارو سوري ازارو فده وارد ان قلبي الدفاع كل ما يحصل ضغط عليهم من بدايه المباراه من 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 ازارو ومن اللي هيلعب عبد الله السعيد او مؤمن او وليد هنوقعهم في اخطاء كتير جدا. خليل الشمام اللي هو الباك ليفت بردك عنده مشكله في خط في ورا ظهره بيسيب مساحات بشكل كبير جدا نقدر نستغلها. هو بيجيد منطلقات للامام وبيجيد الكورسات العرضيه ورا دفاع النادي الاهلي. عندهم 3 نص ملعب بيجيدوا بقى الانضمام للدفاع بشكل جيد وبيساعدوهم بشكل كبير جدا وبيغطوا ثغرات كبيره جدا في العمق بيقوموا بيها الاول. هم بيعتبروا خط الدفاع الاول لهاب المباركي ولشمس الدين ومنتصر وبيقابلوا الزياده العدديه من النادي الاهلي من العمق. عندهم غليان بيرجع يدافع مع ايهاب وعندهم انيس البدري بيرجع يدافع مع خليل. طه ياسين بيبقى لوحده بس متحرك قدام. الجوانب بقى اللي تمثل الخطوره لنادي الترجي يا محمد ممثله كلها في كور ثابته. واحنا عارفين ان شمال افريقيا ما تيجي كده بص الهدفين اللي جم طبعا كورنر معمول على الايام الاول ركب زحلقه بدماغه مع عدد من المدافعين موجودين مع الاسف بدون رقابه. طبعا رد الفعل كان لطه ياسين اكتر اسرع من رامي ومن سعد سمير قدر يسجل الهدف الاولاني. الهدف الثاني طبعا كره ثابته ويمكن عدم توفيق شريف كرامي كانت بتسبب الهدف الثاني. الجزئيه الثامن كمان محمد المشكله بالنسبه لنا الفاولات الجانبيه لان بيطلع فيها شمس الدين ومنتصر الطلب هم دول طوال القامه بيجيدوا العاب الهوا مع طه ياسين مع فرجاني مع كولوبالي مع فرانك بيمثلوا خطوره برضك على خط الظهر وقدروا هم يجيبوا اجوال من الكرات الثابته. صحيح هم بيعملوها بقى طول القامه بقى استاذ خالد العاشر بعت لي رساله بيقول لك فاكر لما كنا بنرخم عليك ونقول لك محمد فاروق نصك بيطلع ياخد منك الكوره عليه فاكر انت؟ لا طبعا لا هو يعني اصل مش شرط الطول يا كابتن انت لو عندك لعيب مميز في ضربات الراس انت متوسط الطول يا محمد انت عندك جامب ما شاء الله يعني متحرك فتقدر ومن الثبات بتقدر فاحنا عندنا القدرات دي عندنا ناس بتلعب قدرات. بص يا كابتن يمكن زي ما قلت لك يمكن المدافعين بالذات لازم تبقى متحرك لازم تحرر نفسك. انت بتبقى ماسك المانع يا كابتن الفرود اللي عليك لكن انت بتحرر نفسك علشان الكره ان انت ممكن تقدر لو اتعملت عليها تقدر تجيبها لو واطيها تقدر تجيبها. لكن في ناس ما بتعرفش تعمل جامب صح يعني في ناس بتاخد على الجامب يا كابتن مان من الثبات. يعني احنا دايما بنقول للمدافع واحنا بنربي الناشئين بنقول له لازم تبقى متحرك بتبقى واقف على مشط رجليك ما تقفش على كعب رجليك. خلي بالك ضربات الترجي لكن يا كابتن احنا محتاجين بنبص يعني انا موقف مهم جدا ماتش الاهلي والزمالك 6-1 انت بتضحك على طول خلي بالك ماتش 6-1 احنا بدايه كده احنا عايزين البدايه زي ماتش 6-1 كده في البدايه كده مع فريق الترجي وعشان كده معايا كابتن رضا شحاته يعني صاحب بسم الله الرحمن الرحيم هدف لفريق الاهلي الاول. رضا مساء الخير عليك. كابتن فاروق مساء الخير وبرحب بضيوفك كابتن ماهر كابتننا يا رضا نجم مصر كابتن رضا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده على التليفون والله حبيبي يا رضا منور دايما لما بتبقى موجود معانا في قناه الاهلي وانت نجم من نجوم من النادي الاهلي. يعني ايه رايك بقى ان شاء الله كابتن رضا في المباراه القادمه وفرصه الاهلي ان شاء الله للتاهل ان شاء الله دور نص النهائي او دور قبل النهائي؟ والله يا كابتن فاروق يعني اي حد لعب في النادي الاهلي هيفهم يعني ايه النادي الاهلي صحيح هيفهم يعني ايه قيم النادي الاهلي والمواقف الصعبه طالما يعني انت لعيب موجود في النادي الاهلي فعارف ان المواقف كلها صعبه بالنسبه لك طبعا كلها تحت ضغط فده الطبيعي اللي احنا بنعيشه دايما في النادي الاهلي. ده سمه النادي الاهلي ان هو بيجيب لعيبه من النوعيه اللي تقدر تستحمل المواقف الصعبه واحنا متعودين على ده ان احنا بنخرج منه بسهوله جدا لان احنا عندنا دايما الحافز دايما ما بنشبعش بطولات يعني فدايما محتاجين دايما بطولات اكتر. المباراه انا شايف المباراه ان شاء الله هتبقى سهله قوي لو احنا قدرنا نعدي ثلث ساعه في الاول او ربع ساعه لان احنا ضغط الجمهور وضغط الملعب والمكان فلو قدرنا نعدي الجزء ده ان شاء الله المباراه هتفرق معانا كتير جدا وان شاء الله هتبقى في صالحنا. طيب يعني انا رضا يمكن بعض الناس عندها حته الامل فقدته بعد المباراه لكن لما نشوف جمهور الاهلي النهارده وبيعيد الامل بشكل كبير للاعبين وبيحفزهم ده يعني بيديك انطباع ايه بالنسبه حتى لجمهورك جمهور النادي الاهلي كابتن رضا؟
والله يا كابتن فاروق انا هتكلم على جزئيه فقدان الامل ده، ما اظنش ان في واحد اهلاوي يقدر يفقد الامل مع نفسه، ما تعودناش على ده وما شفناهوش قبل كده في تاريخنا. ان في حد احنا دايما بنقعد للدقيقه 90 مستنيين الهدف دلوقتي اهي وبيحصل ده. فاحنا دايما عندنا حته ان احنا عندنا ثقه في لاعبتنا، ثقه في نادينا، احنا بنلعب باسم نادي كبير، عارفين طباعه وعارفين سمات الشخصيه بتاعت اللعيبه. فبقول لا، ما اظنش ان في حد اهلاوي دلوقتي فاقد الامل في فريقه خالص. والدليل النهارده رد فعل الجمهور النهارده قوي جدا، صحيح رساله قويه جدا للاعيبه هنا وهناك، عشان تبقى عارف هو رد الفعل مش هنا في مصر بس، هو في تونس كمان رد الفعل وصل، وده اللي احنا بنضغط عليه او احنا اللي بنلعب عليه بمعنى اصح، ان الحاجات دي مهمه جدا للعيبه وضغط نفسي عليهم، ان احنا جايين مش جايين نهزر، احنا جايين نكسب وجايين بنلعب باسم نادينا اسم كبير وبندافع عن اسم النادي. صحيح. طب الرضا، يمكن ملامح التشكيل اللي ممكن من وجهه نظرك انت، هل ممكن يبقى فيها تغيير؟ ولو في تغيير يبقى فين بالظبط؟ والله انا لو شايف من وجهه نظري المتواضعه ان انا بتكلم على الجزء الامامي هو اللي ممكن يبقى فيه تغيير، يبقى انا عايز يبقى فيه تجانس اكتر ايا كان مين اللي يلعب، ولكن الثلاثه يبقى لازم يلعبوا كتير ويحتكوا بالمباريات دي بمواقف زي دي مشابهه زيها كتير. فانا شايف ان يبقى التجانس يبقى مهم جدا في الجزء الامامي، ولكن الاربعه اللي في خط الظهر هم مش هيتغيروا، ثلاثه في نص الملعب مش هيتغيروا اتوقع بنسبه 100% مش هيتغيروا، ولا هيبقى التغيير لو حصل هيبقى في الجزء الامامي بس. اللي هو يعني حدد لي يا رضا لو انت عندك يعني تفكير كده او تخيل. بختار ثلاثه، انا بختار يبقى وليد سليمان ومؤمن على اليمين وابي رضحى، دول الثلاثه اللي انا شايف ان هم ممكن يبقى ليهم دور، لان عندنا هم. انت سمعت الانترو بتاعي ولا ايه يا رضا؟ ليه؟ انت سمعت الانترو بتاعي ولا ايه؟ والله ابدا. طيب هو عبد الله يبقى موجود ولا هو عبد الله موجود طبعا. ما هو بيتكلم مؤمن وعبد الله ووليد وامامه مؤمن التشكيل، ولكن الثلاثه اللي قدامهم هم اللي اتغيروا. طيب الثلاثه يبقى لهم شكل كده، لان انا المهم ليه اخترت وليد واخترت مؤمن؟ يعني هو في سبب ان وليد ومؤمن يقدروا، وليد عندهم ميزه مهمه جدا، هم بيرجعوا للخط الخلفي اللي هو خط الظهر، بيرجعوا بيبقى بيعمل عدد زياده عندنا في خط المدافعين، نص الملعب بيرجعوا، هم عندهم ملكه ان هم يقدروا يرجعوا لابعد مسافه ممكنه. فده مهم جدا ان الخطوط بتاعتنا تبقى مليانه، يبقى نص الملعب في عدد كبير، خط الظهر في عدد. واختيارك لاجاي طب قدام ايه يا رضا؟ ليه؟ لا، راس حربة، أجاي راس حربة بيقدر في مواقف الكرة تحت رجله وحتى واقفة تحت رجله يقدر يتصرف فيها، عنده الملكة دي، غير كده إن هو بيقدر يقف على الكرة، يقدر يخلي الناس تبدأ تطلع في الحالة الهجومية، مش دايما يعني وليد أزار أنا بعتب عليه في حتة إن هو دايما متابع في السبرنتات دايما، في أوقات يا كابتن فاروق أنت عارف لازم يبقى لعيب واقف يقف صحيح حتة اللي أنت المحطة وإن هو يقف ويستلم ويستنى. خد بالك يا رضا، خد بالك الماتش ده هما بيهاجمونا، فانت محتاج خلق مساحه ورا قلبي الدفاع اللي عندهم نسبه بطء، واخد بالك؟ اجاي بيقف على الكرة لكن ازارو يقدر يسبق، يعني يقدر يروح. انت بتبقى في المساحات الخاليه دي انت محتاجها بقى من الاثنين، وبعدين الضغط ممكن يعملوها، ممكن يعملوها الاثنين. شوط تاني ممكن انا محتاجها في الشوط الثاني كتغييره، يعني كتغييره هجوميه بالظبط كده بالظبط. انا عندي احمد الشيخ رضا بيتكلم على الشوط الثاني، عندك احمد الشيخ وعندك حمودي وعندك متعب وصالح جمعه وصالح جمعه بالظبط، صالح جمعه لازم يبقى لهم دور الشوط الثاني ده لازم اكيد هيبقى لهم دور، لان صالح هحتاجه، لان انا في الوقت اللي في الاخر ده لو ربنا ييسر يعني الامور مش زي ما احنا بنتكلم، هيبقى صالح هو تمريراته هي اللي هتبقى سقي. هي كلمه السر في المباراه مع سرعات وليد ازارو. فشايف ان الشوط الثاني ده هيبقى ده السيناريو انت محتاج في النظر اللي انا بقوله. يعني كابتن كل واحد بيبقى طبعا وجهات نظر كلها مهمه جدا فنيه بالنسبه لنا، احنا بنحاول يا محمد على قد ما نقدر نوصل للجهاز الفني ونوصل للاعبين، لكن طبعا هم في المطبخ بقى، يعني الكابتن حسام هو صاحب القرار الاول والاخير، يعني دي خطوط عريضه احنا من خلال الاستوديو واحنا بعيد عنهم، لكن هم طبعا اللي موجودين طبعا على الساحه هم موجودين في المطبخ. اتفضل يا رضا. كابتن ابو ذهب ما قالناش شوطه ازاي، هو بيتكلم في حاجات فنيه ثانيه. لا يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا رضا، حته التسديد ده واستغلال الضربات الثابته ده سلاح يعني للاسف حتى بقالنا فتره موجود تخلص بيه مباريات كثيره يا كابتن. طبعا تخلص بيه كابتن ابو ذهب مباريات كتير، ودي كانت عامل مؤثر لينا. صح كلامك مظبوط يا كابتن، يعني خلتني افكر فيها واتكلم فيها دلوقتي. الضربات الثابته دي من السيناريوهات بتاع المدير الفني. طيب نشكر كابتن رضا بقى وبعد كده نكمل. شكرا كابتن رضا، ودايما يعني بنستمتع بيك كابتن رضا شحاته، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اكيد
اكيد يا كابتن طبعا. كان كده مهم جدا ايضا ضربات بص بص, بص يا كابتن يعني كل الاراء اللي بتبقى موجوده او كل الناس اللي بتتكلم من وجهه نظر ده حب في النادي الاهلي وثقه في لعيبه النادي الاهلي ان النادي عاوز يكسب. لكن انا بقول لك انا بقولها لك من خلال الاستوديو المحترم بتاعك يا كابتن فاروق ان الله يكون في عون في الجهاز الفني وعون الكابتن حسام. يعني زي ما احنا بنفكر وعمالين نقول ده يلعب وده ما يلعبش وده يبقى موجود وده مش موجود. الراجل هو موجود وحاطط في دماغه سيناريوهات كتير. هو الوقت بيفكر هيروح يعمل ايه في رادس او هيعمل ايه في المباراه او هيفكر ازاي او مين يلعب او مين ما يلعبش او مين بيبقى عنده سرعات. لكن وحاله اللعيبه يا محمود لكن احنا كابتن بنتكلم احنا بنتكلم لكن في الاول وفي الاخر القرار هيبقى للكابتن حسام البدري. الحاجه الثانيه يا كابتن انت النهارده بتقول الضربات الثابته ضربات ثابته مهم عامل اساسي. يمكن عايز اقول لك على حاجه لازم عندك عبد الله سعيد بيشوط كويس يمكن من اللعيبه اللي بتشوط كويس جدا بس هو ما بيشوطش بقوه. وليد وليد كمان وعندك انت بتتكلم في نقطه وعندك فتحي حلو لا كويسه جدا الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن. بس احنا لغايه دلوقتي ما عندناش واحد زي كمونه ابو الدهب حته التسديد من على بعد 30 يارده و35 يارده فعلا يا كابتن. انت النهارده مثلا اللعيبه المحترفه تمرن تنمي المهاره اللي عندها. يعني بكون عندي واحد زي احمد فتحي بيشوط كويس وعلى فكره رجله كويسه ورجله مظبوطه على الجول. وليد سليمان من اللعيبه الكويسه وعبد الله سعيد بدون قطع كلام حضرتك وانا في تركيا كابتن كان في لعيب ما بيتمرنش معانا هو واخد ملعب جنبنا وشغال كونسبت 90 دقيقه ولا الساعتين كور سابقه من بعيد قريب بيجي في الملعب ماتش جول كفاروق دي مهاره برضك يا ابو الدهب مهاره وجمله تكتيكيه بيعتمد عليها حسام في بعض الكابتن لو هتكلم على المهارات والاحتراف ده عايز حلقات معلش مع احترامي يعني كفاروق يعني حضرتك احترفت في تركيا يا كابتن. بص لعيب الكوره الوقت محترف بيقول لك دي وظيفتي دي مهنتي زي الدكتور زي المهندس. انا النهارده عندي مهاره محمود ابو الدهب عنده قوه التسديد طب ما ايه المانع ان انا اجيب 30 40 كوره بعد التمرين واقعد اصور هو التمرين بتاعه محمد بقول لك لا لو تفتكر يا محمود محمد احنا كنا بتبقى حصه تدريبيه موجوده في البرنامج اللي هي قبل المباراه بيوم اللي هي 45 دقيقه اللي فيها جمل تكتيكيه منها التصوير. ما ده شغل يا كابتن ماهر يعني حضرتك انت كنت بتجيب المدافعين بتوقفنا بتعمل تمام يعني نفس الطريقه يعني موجوده في البرنامج بيشتغل عليها الكابتن حسام طبعا. لا انا مش بتكلم مع طيب بس انا عايز حاجه بس اعرف سريعا بس التونس عشان معايا تليفون من تونس استاذ علي عثماني طبعا صحفي بتونس. استاذ علي مساء الخير على حضرتك. كابتن محمد تحيه ليك وتحيه للتفاعل معاك في الاستوديو لكل الجمهور المصري. طبعا تحياتنا ليك وتحياتنا طبعا لشعب تونس واخواتنا طبعا في تونس واكيد نتمنى طبعا مباراه تبقى فيها الروح الرياضيه هي الامثل في هذه المباراه. اكيد استعداد كبير لفريق الترجي لهذه المباراه. يا ريت تقول لنا استعدادات الفريق فريق الترجي. بالظبط يا محمد كما قلت الروح الرياضيه هي المنتصره في المباراه من حيث المنطقة الكبيرة بين الترجي سواء في السابق والحاليين بين الترجي والاهلي استعداد الترجي اكيد الترجي بيستعد لهذه المباراة جيدة هي مباراة تصويرية سواء للترجي او للاهلي تعرف ان نتيجتها بتكون حاسمة على ضوء نتيجة الذهاب. اعتقد ان الترجي فيها يعني تحضيرات خاصة او تركيز على الاقل حتى مقصود تحضيرات خاصة تركيز كبير من جانب اللاعبين من جانب الإدارة الفني. طيب يعني عقبال ما رجعنا استاذ علي لان طبعا مهم جدا اساله على هل في تغيير في التشكيل بالنسبه لفريق الترجي لما يرجعني ما يرجع تاني هكلم استاذ علي عثماني طبعا صحفي تونس. كابتن ابو الدهب كنا بنتكلم على ضربات الثابته واللعب انا بقول لك فاروق الضربات الثابته مهمه جدا في الماتشات دي يا كابتن. انا زي ما انا بقول لك وبكره يوم السبت افكرك انه الترجي مش هيهاجمك ممكن يهاجمك اول ثلث ساعه وربع ساعه. السيناريوهات بتبقى في الماتشات دي يا كابتن زي ما بنلعب لازم يكون عندي حذر شديد جدا. عندك ضربات الثابته اللي هي من الجانبين انت بتعملها بشكل كويس جدا. عندك رامي ربيعه لما بيطلع من مهمه جدا. الحاجه الثانيه لازم اخلي بالي برده من الضربات الثابته بتاعه الترجي لان هم بيعملوها على اعضاء قريبه بشكل كويس بشكل محترم. لازم يكون عندي تركيز لازم لعيبه النادي الاهلي تتكلم مع بعض بشكل كويس وتخلي بالنا من ايه يا كابتن من ظهري او من ورائي من الطرفين اللي هم علي معلول او احمد فتحي. لكن ضربات الثابته انت عندك في لعيبه كويسه بتشوط يا كابتن. عندك احمد فتحي لازم تتمرن عليها. عندك عبد الله سعيد يعني الناس بتشوط كويس فدي مهمه جدا واكيد كابتن حسام هيتمرن عليها هناك. يعني دي حصه محمد هم برضه مميزين جدا فيها كابتن. هم مميزين فيها بصراحه وازاي تتعامل معاها بالشكل الدفاعي كابتن عشان تتعامل معاها محمد زي ما بقول لك كده. يبقى انت التامين الاولاني لو انت كورنر واخد بالك يبقى انت عايز حد على العرضه القريبه عامل كفرنج واخد بالك عشان لو جت حاجه قريبه يقدر يشتتها.
النقطة الثانية لازم يبقى بالأسماء، يعني أنت بتحدد مدرب عارف أبو الذهب يعني مثلا يعني هنقول مثلا إيهاب المباركي ده رقم 24 مين معاه؟ هيبقى رامي مثلا نفس الطول. الراجل الشمس الدين ده 26 مين معاه؟ الناس اللي بتطلع واخد بالك في الكورنر، فبتتحدد بتبقى بالأرقام. طه ياسين مين معاه؟ منتصر الطلبي ده مين معاه؟ فرجاني ساسي طويل مين معاه؟ كوليبالي مين معاه؟ فرانكو كوم مين معاه؟ يعني انت بتتحدد بالاسماء واخد بالك، عشان لو حصل الله يقدر اي خطا يبقى الخطا من خلال عدم الرقابه من السرحان من عدم المان واخد بالك يا محمد. فانت بيبقى في عندك اول خط دفاعي انك انت بتحط واحد على العرض القريبه في الكورنر، حط واحد على العرض القريبه، وبعدين بقيه الناس اللي موجوده 3 4 من تونس من الترجي يبقى لازم 3 4 ماسكينهم، وبعدين واحد يبقى حر واخد بالك. النقطه الثانيه الفاولات الجانبيه اللي بره ال 18 معلش كابتن هكمل حضرتك، ولكن طبعا نروح للاستاذ علي عثماني. طبعا زي ما كنا بنتكلم على استعدادات الترجي بيتكلمنا من تونس طبعا الصحفي من تونس استاذ علي، يعني الاستعدادات يعني يمكن خط قطع انت ما كملتليش جزئيه الاستعدادات الخاصه بفريق الترجي لهذه المباراه. بالضبط بالضبط محمد، مساء الخير مره اخرى. يعني الترجي كما قلت لك يعني دخل بتحضيرات جديه او تركيز كبير من جانب اللاعبين الاطار الفني وكذلك المسؤولين بيخضع على توفير كل ظروف النجاح في مباراه مصيريه بالتاكيد نتيجتها تكون مصيريه سواء للترجي او الاهلي. الترجي بيحاول يعني يستغل نتيجه الذهاب سجل هدفين على الاهلي، الاهلي نفس الشيء بيحاول يرد او بيرجع يعني بيحاول يحسم النتيجه. تقريبا يعني مباراه ستكون صعبه على الفريقين، ولكن الترجي يمكن يتقدم يعني يلعب على ارضيه ميدان وامام جماهيره، وممكن هذا العام يستمر الترجي اكثر من ذلك. طيب استاذ علي، يعني هل في بوادر تغييره في تشكيله فريق الترجي عن اللي كانت موجوده في اسكندريه هنا في برج العرب؟ والله ما اعتقد يا محمد استاذ محمد، يعني على ما اعتقد انه يمكن التغيير الوحيد اللي بيشكل يمكن في محور الدفاع. انه منتصر الطالبي لعب في مباراه الذهاب، هو لعب تغيير شاب 19 صحيح منتصر الطالبي ما عندوش خبره كبيره يعني في المنافسات الافريقيه خاصه، ومثل هذه المباريات تتطلب خبره وتتطلب يعني لاعب يكون جاهز ذهنيا وبدنيا واكيد سنين مثل هذه المباريات. ربما يتم اقحام اللاعب في مكانه، على اعتقد انه يكون علي المشان مثلا في محور الدفاع لجانب شمس الدين الدوادي، ولكن تعرف المدرب خبز بالضبط يعني مرات عنده بياخذ الجريء يعني بياخذ عنده اختيارات خاصه حتى بيقحم اللاعبين الشبان انه يعول عليهم في مثل هذه المباريات الحاسمه. اما في بالنسبه لبقيه المراكز يعني ما اعتقد صعب جدا انه بيصير تغيير، يعني تشكيل تقريبا بتكون بنسبه 99% التشكيله اللي لعبت مباراه الذهاب. يعني نتمنى طبعا مباراه جيده، اكيد فريق الترجي بيستعد بشكل جيد استاذ علي عثماني، احنا كمان كنادي اهلي بيستعد بشكل جيد ان شاء الله يكون موجود في تونس بلدنا الاخرى اكيد، او يعني طبعا الدوله الشقيقه. نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريقنا فريق النادي الاهلي، واكيد تبقى مباراه جيده استاذ علي. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ماهر، استكمالا لكلام حضرتك عن الضربات الثابته والضربات الثابته كمان اللي هي اللي بتبقى علينا احنا من اللجناب بتمثل صعوبه بشكل كبير جدا في الكورسات العرضيه اللي هي ورا المدافعين. يبقى انا رقم واحد اذا كان من الجنب بقدر احط اثنين حائط صد، وبعدين بيبقى في واحد وراهم يمكن ب 10 15 متر عامل تامين زي الليبرو، عامل تامين على 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 الكروس لو عدى من الاثنين الاولين يبقى ده يقدر يبقى عامل كفرنج يقدر يشتت، وبعد كده الباقي بقى بيبقى كل واحد ماسك مانا محمد، وما نقربش ما نخشش جوه ال 18، لان احنا لما نخش جوه ال 18 محمد بتبقى سهله على اي حد يلمس، بتبقى صعب على الجول. لكن هم بيعملوها بشكل قوي وعندهم زي ما قلنا اطوال بشكل 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 كبير. الحاجات اللي بره ال 18 المباشره بالنسبه لهم يعني يمكن مش هتتكرر تاني الخطا اللي حصل ان شاء الله، هتبقى سهله. لكن الاهم انك ما تحاولش يعني تدخلهم قريب من ال 18 يعني انت برضك دي من ضمن التعليمات اللي الكابتن حسام، مهم جدا ان احنا على ال 18 ان احنا ما يحصلش فاولات كتيره عشان ما يقدروش يستغلوها ويقدروا ياخدوا منها اي تشانس. توقعاتك للمباراه ان شاء الله. هو الصحفي التونسي اتكلم على الروح الرياضيه محمد، الروح الرياضيه مهمه جدا للفرقتين في هذه المباراه عشان تطلع مباراه. لو المباراه راحت للعصبيه مع الاسف مش هنفرج على فنيات في هذه المباراه. ساعات بيحصل في المباريات اللي هي فيها مصيريه
بيبقى في عصبيه من الطرفين، احنا نتمنى ان توصلش لهذه العصبيه، وان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي باذن الله المكسب في هذه المباراه ويرجع لنا بتوقع الاهلي الفوز يا كابتن؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا كابتن بالذهب توقعاتك يعني انا بتمنى طبعا النادي الاهلي، هي مباراه كويسه ومباراه كبيره، لكن انا عايز اقول لك حاجه في رؤيا، يمكن في كلمتين بس عايز اقولهم، يعني ايه اللعيبه لازم تتكلم مع بعض كتير في الملعب، وخصوصا شيل طبعا مبرزه كده يمكن زي ما شيلوا بعض يا كابتن. لا برافو عليك، زي ما قال الكابتن ماهر دلوقتي ان انا النهارده ما ينفعش لعيبه النادي الاهلي تقع في اخطاء ساذجه بالمنظر ده يا كابتن، لازم تتكلم مع بعض بشكل كبير، دور بيبقى في دور كبير جدا لشوف الكرامه وحسام عاشور واحمد فتحي يتكلموا مع بعض كتير ويوجهوا بعض في الملعب يا كابتن. صح لازم امسك لا روح وراك، لازم نتكلم كتير. صح. ونسمع الكلام، ما ده القائد يا كابتن شريف، لان شريف الوحيد اللي شايف اللعيبه، لان كل اللعيبه مديله داره، هو اللي شايف وهو لازم يوجه. حاجه ثانيه بتمنى طبعا المباراه تبقى كبيره جدا وروحها حماسيه، وانا ان شاء الله وبقولها لك يا كابتن ان شاء الله النادي الاهلي هيحسم البطوله من هنا يا رب. ان شاء الله شكرك يا كابتن مدام، انا سعيد ان انا كنت معاك ومع كابتن شكرا حمد، شكرا ان شاء الله يبقى وشنا كده حلو ان شاء الله. اكيد بالروح والاصرار، يعني اكيد اللاعبين عندهم لاعبين النادي الاهلي عندهم الروح والاصرار، ودائما يعني اعلاء كلمه الاهلي فوق الجميع دايما موجوده، الاهلي فعلا فوق الجميع، عشان كده هم شايفين هذا الكيان قدامهم في هذه المباراه. زي ما بنتكلم احنا رايحين، هي مباراه يعني مش عايز اجيب بقى حياه وموت والكلمه دي، لكن هي مباراه مصيريه بالنسبه لنا ولتاريخ هذا الجيل اللي موجود. في اجيال قبل كده حصل على هذه البطوله 8 مرات، نتمناها تبقى 9 من خلالكم، بس مش هتيجي غير بالاجتهاد، بالحاله الفنيه بالنسبه لكم في هذا اليوم، والحاله ايضا الفنيه بالنسبه للجهاز الفني واختياره الانسب، تشكيله انسب الخطط في هذا اليوم. ولكن يا رب كل التوفيق ان شاء الله يوم بكره ان شاء الصبح الساعه 6 تجميع اللاعبين في المطار، ثم مغادره الطياره الساعه 8، وصول ان شاء الله 10:30 بتوقيت تونس، ثم تمرين ان شاء الله في تونس، وطبعا في تمرين بكره ايضا او بعد بكره اللي هو الجمعه ان شاء الله ايضا في ملعب رادس. كل التوفيق ليهم بامر الله يا رب ان شاء الله. حاله امنيه طبعا معالي السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس بيتكلم عن حاله امنيه مستقره، ودي بتؤهل النادي الاهلي ان هو يعمل مباراه جيده. كل التوفيق، ويبقى ان شاء الله يوم جيد يوم السبت معاكم، طبعا هنتكلم معاكم مع استاد الاهلي حتى المباراه وتغطيه خاصه لهذه المباراه اكيد. بعد الفاصل هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير، انتظروا.